لطفي بدينا انا لونتين صح بدينا انا لونتين قهوتي مساء الخير عليكم مشاهدينا اجمل واحلى تحيه للجميع نصبح عليكم بالخير بدايه يوم موفق نتمنى للجميع اذا كنتم هذا وين نوتو صحه قهوتكم استمتعوا بها ان شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتي انا وزميلي صلاح في هذا اليوم من برنامج الخدمات المتميز صباح الشروق صباح الخير صلاح صباح النور لطفي صباح الخير لكل المشاهدين اللي يختاروا انهم يبداوا نهارهم مع صباح الشروق عملوا مليح لانه يوم الاربعاء غير كل الايام في صباح الشروق نلتقي انا ولطفي حتما المواضيع راح خلينا نقولوا تلبي كل رغباتكم وخلينا نقولوا طلباتكم رجل عنده نصيب كبير وي صح بالاربعاء من خلال كل المواضيع طبعا صح اللي اختاروها في كثير من المحطات المتنوعه صاروا متعودين عليها صح خلاص وعندنا رقم تليفون يذكروا به دائما طبعا باش يقدروا من المواضيع اللي راح نفيدوكم من خلالها بتواجد وحضور ضيوف مميزين من مختلف المجالات اجمل سلام لكل من ينضم والتحق بنا في هذا الاربعاء واختار قناتنا الشروق العامه وبرنامجنا الصباحي صباح شروق نخص التحيه كل الجاليه المتواجده في المهجر اللي يتابعوا قناتنا ويختاروا دائما البرامج المتنوعه صباح شروق نذكر كذلك انه فيه رقم تطبيق الواتساب اللي من خلاله يقدروا المشاهدين يتفاعلوا معنا عبر رسائل نصيه ربما فيديوهات صور مع اطفالهم لما تكونوا خارجين هكذاك للمدرسه ورايحين مع بعض حابين نشوفوا هذاك الشيء صح لطفي صحيح اذا الاطفال متعودين انهم يمارسوا رياضه داخل المدارس وكاين بزاف ناس اللي يفضلوا انهم يمارسوها داخل منازلهم بعض الحركات الرياضيه تكون بتعطيل ومرافقه من كوتش موني بوشاوي ويفيد من خلالها الجميع طبعا قبل كوتش موني بوشاوي نديروا شويه اتصالات مع المشاهدين اوكي اتصال هاتفي اول معنا في هذا الصباح يا صباح الخير مرحبا اهلا صباح الخير اهلا صباح النور اهلا وسهلا صباح الخير راكم منورين الشاشه نور كل نوركم مرحبا وسهلا نتعرفوا عليك انا من وهران سمعت غير وهران يا اهلا وسهلا من وهران الاخت الكريمه الاسم الكريم وش هو كيف الاسم الكريم ام لانه يعني غير الامهات اللي تصلوا صح طبعا بزاف امهات سيدتي ما راش اسمها فيك انيا رانيا انيا انيا ايه انيا يا اهلا وسهلا عشت الاسامي قولي لنا اليوم عندنا بزاف مواضيع راح نعالجوهم مع بعض صح. والابرزها هو اقبال الاطفال على الزوايا القرانيه لتعلم القران الكريم وحتى العائلات والاسر صار اهتمامهم اكبر للجانب التثقيفي الديني للاطفال انقطع الاتصال للاسف كنا حابين ان نتفاعل معنا يكون اول تفاعل وموضوعنا رئيسي لنهار اليوم لكن ما يمنعش انه خط التليفون مازال مفتوح للجميع يمكن التفاعل معنا وتشكيل الرقم الوحيد والاوحد اللي تقدروا تسمعونا من خلاله اصواتكم ومن خلاله ايضا نتعرفوا عليكم وراح تتعرفوا على الحركات الرياضيه. أكمارس رياضه شويه؟ كنت نمارس عندي دركا تقريبا شهر في عزوف عن ممارسه الرياضه لانه الكوتش ياسين سليماني اللي وجه له تحيه راه في بعض الاشغال في القاعه. صح. بالتالي لكن كنت داير بك شجاعه تاع اف سبورت. مش عذر هذا صح؟ صح صح كنت نشوف لطفي عيش نحتم به عليكم الستوري مع الزميل محسن اللي وجه له تحيه في هذا الصباح صح كنت غير نشوفهم راحوا يديروا سبور نوت زعما ندير سبور كيما هما. هاي كنت داير لي الشجاعه دوكا ندير الشجاعه تاع مولاي بوشاوي. شجعني وتحمسني باش نروحوا عند لاصال تاع مولاي بوشاوي. يلا. في ولاد فايز ماشي بعيده. صح نشوفوا مع بعض يلا تفضلوا. صباح الخير عليكم مرحبا بكم في الفقره الرياضيه مع الكوتش منير بوشاوي مرحبا بكم ثاني في حصه صباح الشروق مع كل الطاقم تاع صباح الشروق ليكيب اليوم واش عندنا اليوم راح نديروا تقويه العضلات تاع الجزء العلوي للجسم يعني وجدوا نرواتكم
جيبوا قراءة العلمة تاعكم. اليوم نسحقوا طافي، عندنا هنا طافي هنا في الصالة، انتم ما عندكمش طافي تقدروا تستعملوا اي حاجة يعني ضربية اي حاجة في الدار عندكم اللي تسمح باش تخدموا بها على الارض، لانه التمارين اغلبها راح نديروها اليوم راح نديروها في الارض، يعني لازم تحقوا حاجة. نبداو نشوفوا تاعنا بلا ما نطول عليكم، نبداو لهنايا لافليكسيون تاع لي زافون برا، نحسب 10 خطرات دائما كما تفهمنا كل تمرين راح ناخذوا منه 10 خطرات، نطبع الامام ونجبد الخلف هكذا باش نوجدوا العضلات عفوا اللي راح نخدموها ونوجدوا ثاني المفاصل تاعنا دائما باش ما يكونوش اصابات. نطبع الاله ونجبد للاسفل هنايا كوم سي عندي وزن راني نطبع فيه فوق ونجبد للتحت. فوالا نحسب نفس الشيء 10 خطرات. اليوم تنسحقوا شويه لي بواني، راح ندير شويه تسخين تاع المفاصل هذوما، 10 يمين 10 يسار، نزيدوا شويه لي باسون تاعنا هنا نهبط ونطلع. يعني هنا دو بروفيل باش تشوفوني، لازم ظهري يكون على استقامه واحده ما يكونش معوج. نحسب نفس الشيء 10 خطره، 10 خطرات يعني كل تمرين. ندخلوا مباشره في التمرين الاول تاعنا تاع الفقره تاعنا، واش راح نديروا تبعوا معايا بيان. الو راح نبداو التمرين الاول، واش راح يكون؟ راح يكون بوزيسيون دو بلونش جو تاب لي زيبول، يعني راح ندير تبعوا معايا بيان هنا، راني في الوضعيه تاع لا بلونش، واش ندير؟ راح نسي نغاردي هاد لا بوزيسيون نريزيستي فيها لهنايا، ونخدم هنا خطره يمين خطره يسار، 1 2 3 4 نحسب حتى نكمل 20 خطره هنايا باش نديروا تقويه العضلات تاعنا تاع هنايا. راح يكونوا عندنا لي برا ديالي، عندنا حتى لي زابدو لي زيبول، هادو ما كاع نديروا فيهم تقويه في التمرين هذايا. لكن وشنو الخطا؟ اني وشنو ما نطلعش لهنا في الوضعيه هذه، لازم نكون على استقامه واحده، الجسم تاعي يكون على استقامه واحده. كي نكملوا 20 خطره راح نديروا ريكوبيراسيون تاعنا من 30 حتى 40 ثانيه، اربع مجموعات، يعني التمرين هذا يكون فيه اربع مجموعات. نديروا لادابتاسيون يعني التسهيل تاع التمرين هذايا، كيفاش تكون على لي جونو هنايا، اللي ما يقدرش يكون عنده وزن زائد ولا يخدم هنايا يمين يسار، يعني كل ما كي نحط الجونو لهنايا كي نحط يعني الركبه تاعي راح ينقص الضغط على الجسم تاعي. اوكي هذا التمرين الاول، نروح للتمرين الثاني واش يكون فيه؟ عفوا هنايا الوغ راح نهبط كومبليتمون على كرجي، يدي يكونوا لهنايا، واش ندير؟ نطلع شويه صدري على الارض، يدي يكونوا مكسدين، وندير دي تيراج لهنا للخلف، يعني نجبد ندير سحب للخلف، نطبع ماكسيموم قدام ونجبد للخلف، نطبع القدام ونجبد للخلف، 1 2 1 2. لكن وشنو المهم والاهم؟ انه في التمرين هذايا لازم نخدم يعني بعقلي باش نركز مع التمرين، وباش نخدم التمرين صحيح لازم يكون تركيز بالعقل، يعني الكونسنتراسيون مع التمرين راني ندير فيه هكذا باش نخدموا عضلات الظهر. نعاود 1 2 1 2 نطبه ونجبد. هذا كان بالنسبه للتمرين الثاني، نفس الشيء عندنا 20 خطره في كل يعني في التمرين هذايا، مده الراحه من 30 حتى 40 ثانيه. كي نعاود نسترجع يعني الانفاس تاعي نعاود الدوزيام سيري، يبقى لنا التمرين الثالث نخدموا فيه عضله الصدر اللي هما لي بومب، ساهلين. كيفاش نديروا؟ راح نخدم لوبسيون افونسي نورمال اللي تعرفها كاع الناس، نهبط هنا ونعاود نهبط ونعاود نطلع نهبط ونعاود نطلع هكذا. راح نخدموا شنو؟ عندنا عضله الصدر، عندنا لي برا يعني لي تريسبس يعني كعضله ثانويه، وعندنا مام لي زيبول. الناس اللي ما تقدرش ولا اللي راه يفوز زائد دائما كما قلنا باش كاع الناس تقدر تخدم معنا، نحط لي جونو تاعي ونخدم نفس التمرين هنايا ونعاود نطلع. كل واحد المقدور تاعو، يعني اللي ما يقدرش يخدم 20 خطره ماشي لازم يدير 20، يقدر يدير 10 خطرات على حساب المقدور تاعو. فوالا هكذا نكونوا كملنا التمرين الثالث اللي هو تاع الفقره تاعنا تاع اليوم. واش نديروا؟ راح نديروا التمديدات تاعنا كما قلنا دائما قبل ما نكملوا لازم نديروا التمديدات. راح يكونوا اليوم نبقاو لهنايا نسيني كارتي او ماكسيموم هنا لي برا ديالي فوالا، نحكم هنايا لوكو تاعي ونجبد في الجهه المعاكسه، نزيد ندير على الاخر هكذا، نزيدو هنا شويه لي بيساب زياولنا، نفس الشيء اليد الاخرى دي كونتاكت لهنا ليكيب. هذا كان اخر تمرين تاعنا تاع الفقره تاع اليوم،
دائما كما نقول لكم ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا باسكو يعني هذه التمارين رانا نديروا فيهم ليكم نتوما سواء تكون في الدار برا على الهواء الطلق ما تحقش ادوات يعني هذه التمارين كاع تقدروا ديروهم هذا واش نقدر نقول لكم ليكيب الا كان في تساؤلات ولا دائما كما قلنا تقدروا تواصلوا معنا على صفحه انستغرام اللي هي بوشاوي منير تهلاو في وقتكم بقاو على خير والسلام عليكم. تحية كبيرة للكوتش منير بوشاوي أكيد أنه يستقبل كل اقتراحاتكم من خلال صفحته ويضرى إذا يستقبلنا أنا صراحة ولا لا أكيد أنه إحنا نستقبل كل المكالمات والاتصالات مرحب بها في برنامجنا الصباحي الخدماتي بامتياز صباح الشروق نضع دائما تحت صرفكم رقم تليفون وحيد وأوحد لتقدروا تتفاعلوا من خلاله وأيضا يمكن التواصل والتفاعل عبر صفحتنا الخاصة بقناة الشروق تي في أو حتى عبر تطبيق الواتساب كلها في خدمة الجميع حتى مطبخنا يضع كل خدماته تحت تصرف المشاهدين اللي يتابعوا قناتنا بالأخص المبتدئات والسيدات الماكثات في البيوت والرجال اللي محبين يتعلموا ويطيبوا أكيد كما حالتي عبك الرجل أنا نظن أنه الرجل لما يحب حاجة يكسر راسه ويديرها ويتعلمها شوف لطفي البارح أمهر طباخين رجال صح رجال. البارح سهل علينا المشكلة الكبيرة لما الرجل يحب يدير بيتزا هي لاباد إيه؟ درنا حاجة خلاتنا ننسوا لاباد وشفنا دي بارح ضيعتنا الحلقة البارح إيه؟ وش درت لهم بارح نعم درنا صباح الخير صباح الخير صباح الخير لكل مشاهدنا الكرام للباه درنا دي بيتزا بلا بالخبز اللب اوكي نعم درنا خاط الباه درنا كلش طماطم إيه؟ درنا لافاش وريت لهم كيفاش نديروا لاصوص تاع البيتزا ودرناها ولي نديروا لاباد درناها في خبز تاع اللب ودرناها اللب تاع الخبز خرجت لا الخبز اللب ما نحكي لك لو كان يسموه اخصائي تغذيه لا لا كاين خبز اللب الكامل هذا يقدر ياكلوا ما عندكش كاع خبز كامل يقدر يدير الخبز الكامل احسن نعم. يعني باش نقدروا نديروا انا مشكلتي مشكله التي ترهق الكثيرين خصوصا الناس اللي يكونوا متعودين يديروا رياضه كيما لطفي صح كيما كان لطفي لا من كلمه انا صح. ومن بعد يحبسوا بالك يتبعوا يجوا لي لا كاين ناس شي ناس يتبعون بعينهم بزاف صح حتى يحبسوا سبور يسمانوا علاش يسمانوا من النمط الغذائي اللي يكونوا مكملين فيه الخبز هو عدو رقم واحد للياقه البدنيه صح. والجسم السليمه لانه للاسف ايضا مفهوم غلط عند بزاف ناس يقول لك انا ناكل واش نحب وندير رياضه خطا ما يكفيش هذا الشيء نعم صح لازم نعتمدوا على كل ما هو غذاء صحي لازم تفضلوا هذيك تاع صالح تفضلوا الشوكولا لازم تركزوا برك على الغذاء الصحي نعم انا كاع لو كان نعاود نبدا السوبريمي شوف لطفي يقول لك الصحي راه ملهى منا صالح باش نتفاهموا الفول فيه فوائد كثيره صح نعم انا نشوف بطاطا الرفاس ولا بطاطا القصبيه نعم ايه؟ هي كانت مليحه بزاف تنشط الكولون فيها بزاف فيتامينات فيتامين سي الفوسفور الحديد فيها بزاف مما تعادل السكر في الجسم في الدم نعم مليحه الضغط جانب صافي حنايا هذيك نشوفوا نتجاهلوها بزاف وهي فيها فوائد كثيره بنينه بزاف نعم. زمان كانوا يعباك وش يعيطوا لها اللحم القليل وشنو هذه؟ ترفاس صح هذه ترفاس ترفاس هذه بطاطا ترفاس والراهي الدار اللي والراهي هذه او غالي على بالك حنا غالطين غلطوا نعم حنا كنا حاسبين كنا ناكلوا ترفاس الحقيقي صح نو ترفاس عباك شحال غالي للكيلو بالمليون راهو حتى المليون ونص مليون ونص هذه بطاطا ترفاس يعني تشبه للترفاس صح وفيها فوائد اشقائنا في تونس لما يكون من الجزائري رايح لتونس يقول له واش تحب نجيب لك من الجزائر يقول له جيب لي الترفاس تاع الجزائر لانه فيها مشهور صح معروف عالميا الترفاس الجزائري لكن للاسف احنا الجزائريين ماناش نستغلوه فيه ما نستغلوش لانه ثمنه غالي طبعا ثمنه غالي مع الاسف صح نعم. اذا شاف نكملوا نعم عندنا اليوم بطاطا الترفاس او بطاطا القصبيه ولا كاينه يعطوها بطاطا قرنون خاطر لا فيها الكوت تاع القرنون كي دابنا نعم اليوم حنديروها مشرمله ولا حنديروها على شكل تبيخه نعرفوا رانا موسم الشتاء بالفول وبطاطا الترفاس بالحشيش والرز كيما في نديروا تبيخه حنقدموها لهنا بصلصه صوص بلونش يعني بالدجاج كطبق رئيسي وتحليه لهنايا تحليه تاعنا اللي حنخدموا كيكه بالشوكولا هذه المدمنين تاع الشوكولا راح يستمتعوا اليوم نعم لا حتى الشوكولا شوكولا نوار صح فيها فوائد صح فيها فوائد كثيره
اذا شيف هذو هذه الوصفات نتاعنا لنهار اليوم. باش نبداو بالمقبله. المقبله تاعنا حنقدموا لهنايا عندنا البطاطا القصبيه ولا بط الترفاس بالفول على شكل تبيخه. واش نديروا؟ نحكموا البطاطا تاعنا دائما نغسلوها بالماء والخل. على باش نحول هذاك التراب، نحول هذاك الجراثيم اللي يكونوا من الفوق، خاطر ترفد بزاف التراب. لازم نغسلوها مليح بالماء والخل، ما لازمش نغسلوها كما نديروا شويه تاع جافيل وكل واحد وش يدير. هي من الماء والخل خير. وكي نقشروها لازم نقشروها سير بلاص، نديروها في الماء باش نطيبوها، خاطر على باش ما تحمرناش. انا شوف انا غسلتها برك ضربها شويه برك ما احنا نقولوا لها واش بدات تحمرنا. واش نديروا؟ نديروا الدرسه ديالنا. الدرسه تاعنا اللي درت انايا لهنايا شويه فلفل دريس، شويه تاع العكريم، شويه تاع الثوم لهنايا، ملح فلفل الكحل. نديروا الخلطه تاعنا صافي، نديروا الدرسه ديالنا، نقليوها بشويه تاع الزيت. لازم هنا نديروا شويه تاع الماء. كي نديروا الثوم، علاش نديروا شويه تاع الاخر؟ باش الثوم تاعنا ما تحرقناش وما ديناش مره. على جانب نخلوها تقلى. كنا غلينا الفول ديالنا، الفول نعرف البقوليات نغلوهم بلا ملح. بلا ملح؟ بلا ملح كي نغليوهم. ايه خاطر كي نطيبوهم لازم نطيبوهم بلا ملح، خاطر سينو يتقرسلوا لنا ما يطيبولناش ملح. نعم. صافي البقوليات. الملح هو اللي يبسهم. نعم، لان احسن البقوليات نطيبوهم بلا ملح. نغليه، نخلي الفول تاعنا يطيب. كي يدخلوا طياب، خاطر نعرفوا البطاطا القصبيه تاعنا ما تشدش الوقت بزاف في الطياب. نخلو الفول يابس وطيب. الفول يابس نعم، خاطر كندير الفول هذاك ندشش هذاك يطيب يذوب. المشكل تاع الفول هو هذوك الحشرات اللي نلقاوهم لداخل. نعم، علاش احنا ما نستعملوش دوك؟ احنا واش نديروا؟ نقيوه نبيتوه في الماء، من بعد نحولوا هذيك القشره اللي تجي لهنا، هذيك الكحله هذيك نحوها، نغليوها. كي نغليوها نحو نصفيوها، هذاك الماء تاعو ما نرميوه، ما نستعملوش هذاك الماء ديالو، ولا كان في حشرات ولا يروحوا كاع في هذاك الماء. اوكي. ومن بعد نديروا الفول تاعنا، نزيدوا نقليوه، ديجا راهو طايب كما نقولوا احنا 80% طايب، نخلوه يتقلى مليح. ومن بعد نضيفوا البطاطا، نقطعوها على شكل مكعبات ولا، نعرفوا البطاطا القصبيه ما عندهاش الروح كما نقولوا، ما تطيب لنا فاسيلمون. ايه والتوابل باش عندنا ملح في الكحل، كاين هنايا اللي حب يضيف لها الكمون، خاطر علاه هي معلول هي تحسها دير لك لي غاز. الفول نعم يديروا، انا كي اللي حاب يدير دير كميه تاع الكمون. اوكي. انا كي كميه تاع الكمون باش نتخلصوا من الكمون. الكمون نقدروا نديروا في التغليه كي يغليوها. نقدروا نديروا شويه في التغليه نعم، خاطر كي نعرفوا بلي حنديروه في يخرج هذوك الغازات. يخرج هذوك الغازات اللي فيها. انا اللي حاب يضيف لها كميه تاع الكمون باش نتخلصوا من الغازات اللي في. شد ورقه وقلم. راح نقول ليوسف ياخذ لي هذا المقطع نديه معايا. لازم. امين نعم. حافظ خلاص. نعم، كي نحسوا البطاطا تاعنا تبدا طيب، نعقدوها لهنا بالحشيش وكميه تاع الرز. الحشيش وخل... يعني القصبر. القصبر نعم، نخلوها على نار هاديه كما احنا نقولوا طيب غير في الماء ديالها، خاطر هي ما تحبش الماء وطيب لنا رابيدمون، ما تشدناش وقت بزاف في الطياب ديالها. هي في الاصل تبيخه تجي غير بالفول والرز والجلبانه. هي الاحسن الجلبانه. شويه جلبانه صح. هذيك تبيخه الرز. وكاين تبيخه واحده اخرى. تاع الشتاء. تاع الشتاء. نعم. يخلطوا فيها زردية، لوبيا. نعم. عدس، حميصه. صح. تكمل معاهم؟ ماذا تقول الأرواح؟ صح، استقبلوا مكالمة؟ عندنا اتصال؟ عندنا اتصال، يلا ونكملوا مع مع الطبيخة. واش وصيتك؟ ألو ألو؟ كي تسمع باللي كاين مكالمة؟ صباح النور. يا صباح الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا. يسلمك، وشاكم؟ لاباس أنت يا سيدة نصيرة؟ كيفاش عرفتها؟ بليدة، ما يكونش اتصل بكم. كيفاش عرفت؟ صوتها معروفة. الله يبارك. راهي من أوفياء برنامج الصباحي. صباح الخير مرحبا. نصيرة سيدة نصيرة. اسمحي لي. معاكم شوشوة. اسمحي لي هانوا بي، هانوا بي شوية سيدة نصيرة، هانوا بي. سيدة نصيرة. صباح النور. صباح النور، قلت له سيدة نصيرة من المفروض الاسم التحية يطلع في جينيريك. صح. مع فريق الإعداد وفريق التقني. صباح الخير سيدتي، وش راكي؟ لاباس الحمد لله. والله الحمد لله، فرحنا كثيرا بالصوت ديالك وبالاتصال ديالك. والله غير احنا اللي فرحنا بكم عوده ميمومه. الله يخليك. لطفي كان دوك. صباح الخير شاف نديم. نديم صح. صباح الخير. صباح الخير شاف نديم. صباح النور، الله يسمع فيك. قلت لك للشاف صباح الخير. صباح الخير، صباح النور. كنا معكم لاباس. والله الحمد لله. سيدة نصيرة. والله غير توحشناكم، خليتوا لنا الصماطة. يتوحشك الخير، سيدة نصيرة. وي. قولي لنا اليوم راح يدير لنا البطاطا ترفاس. إيه لما فين نديرها؟ نديرها هكا. ديريها تبيخة بالفول. إيه نديرها بالفول والحميصة. إيه الله. بالفول والحميصة، تزيدي لها الحميصة. إيه نزيد لها الحميصة والقصبر. القصبر وكاين بحال القصبر، الحميصة برك اللي ما كاش. القصبر. ولا ترفاس بطاطا ترفاس ولا ترفاس اللي ديريه؟ بطاطا ترفاس هذه اللي وين؟ لا وين فيها؟ والترفاس تعرفيه ترفاس؟ ايه نعرفه.
ذقتيه شي مره؟ لا ما ذقتيهش. كيفاش الذوق تاعو رايح لواش؟ المذاق تاعو مذاق رائع. انا كنت ذقته في بيت صديق صح وفي الصحراء في ميمون. هو الثمن تاعو غالي بزاف غالي صح. غالي البارح البارح شراه لي قد 20 في الكيلو. البطاطا البطاطا تلفاسه غاليه ثانيه فيها بنادم 20000. دوك خلاص كاملوا لو يعرفوا لها هي البطاطا حلوه القرعه الحمراء حطت بنينه بنينه بزاف وفيها فايده فيها فايده صح. على بالك لطفي تجي فيها ريحه الدواره فيها ريحه الدواره صح شهيتينا وعلى وعلى ولا كنت فيها ريحه الدواره صح فيها ريحه الدواره. انا قلت له زمان كانوا يعيطوا لها نزيدوا لها النعناع كانوا يسقيو لها اللحم القليل. ايه حنا كنا احنا كنطيبوها نزيدوا لها النعناع. نزيدوا لها النعناع. ايه في الطبيخه تقدر تجيب نعناع. نزيدوا لها النعناع قصبر من النعناع. برافو عليك نتعلموا معك دائما صح سيده نصيره. دائما تعلموا ممكن اهدا صغير تفضلي اكيد ممكن جدا تفضلي صحيت. أهدي تحياتي إلى أختي وهيبة ولويزة وأختي رشيدة راهي في العمر إن شاء الله تجي بخير إن شاء الله يا رب عمرك طويلة. سلامة نطفي وعطيكم الصحة. شكرا سيدة نصيرة الله يخليك تحياتنا لك. أنت الحلقة غير كملتها. أنت بعد الحلقة غير كملت. مرحبا وسهلا هذا الشيء فينا. مرحبا 10 ونص هي زيادة فينا. أنا فرحت بالأخوة تاع اللي درتو تاع تاع الرجلين تاع الشقوق. ارجل وال تشققات القدمين تاع التشققات تاع القدم يعني نسلم فيها يعانيوا منه بزاف صح. هي الاكزيما ياك هي الاكزيما من المفروض لا غادي نسلم فيها فرحت فيها بزاف كي درتوها تشققات هذه المره صح هاي تبعي اكيد راح تستفاد. شكرا لك بقاي في المتابعه. شكرا اذا نكملوا مع تفضل تفضل شيف نديم. نعم نروحوا الطبق الرئيسي تاعنا اللي راح نديروا بطاطا الترفاس ولا البطاطا الخاصه بها بالدجاج. كاين حباب اللحم كاين حباب الدجاج هنا نديروا كطبق رئيسي. عندنا هنا كما حنا نقولوا دي مورسو تاع الدجاج نحكموهم نقليهم شويه تاع الزيت. فخذ الدجاج راهو هنا كاينه ميلونج كاين صدر الدجاج افخذ الدجاج كل واحد واش عنده موجود في البيت ماشي لازم يتقيدوا بهذا دي مورسو. ندير له شويه زيت شويه زبده نخلو الدجاج تاعنا يتقلى مليح في الزيت والزبده حتى يمد لنا اللون الذهبي حتى يتحمر لنا شغل هذاك الدجاج تاعنا شويه كي يمد لنا تحمير هذاك الدجاج نضيفوا البصل نخلوه كانت البصل نقطعوه مكعبات انا ما نحبش البصل نحب نقطعوه مكعبات باش يحافظ على الذوق تاعو وممكن الاخر يخطر لنا المرقه خير ما يجي هكذا. توابل واش عندنا ملح فلفل الكحل وعود تاع القرفه هنايا هادي خاطر على القرفه تعاد لنا سكر الدم السكري سكر الدم في الدم نعم هنا نخلوها تتقلى لنا مليح البصل مع لي زيبيس تاعنا عندنا ملح فلفل الكحل وعود تاع القرفه نخلوها تتقلى مليح ومن بعد هذيك نضيفوا لها انا لحمي صل هنايا اللي نطيبها نص طياب نزيد نديرها معاها نخليها تبدا طيب كي نحسوا الدجاج تاعنا ما قعدلوش بزاف طياب باش نرموا البطاطا ديالنا وطيب على النار هاديه طيب هي شوف هاد الاطباق هذا كيما هادو كيطيبوا في الطاجين هادو ما كيطيبوا في الطاجين ولا يزيد لنا بنه وتدخل البنه تدخل يعني البنة. كل المكونات على كي تكون نار قويه تولي حاجه تغلي البنه تاعها كاع ترى دونك هنا التوابل برك عود قرفه عود قرفه عندك ملح فلفل الكحل وعود قرفه هذا ما كاش والصلصه بيضاء كما نديروا تاع الكباب ولا مرقه بيضاء. ننتقلوا للتحليه نروحوا للتحليه تاعنا التحليه اللي عندنا كيكه بالشوكولا واش عندنا عندنا نحكموا لهنايا عندنا 200 غرام تاع شوكولا هي من احسن تكون شوكولا نوا تكون 70% من ماده الكاكاو اللي تكون فيها تكون شويه مره عندنا لهنا ندير فولها 50 غرام تاع زبده نديروها بمارين ولا نديروها في الميكرووند حتى تذوب لنا الشوكولا تاعنا 3 ملاعق زبده زبده نو ملعقه واحده تكفي ملعقه واحده ملعقه واحده ماشي هذه كامل لا لا ماشي هذه كامل لا أوكي أوكي. هي ملعقه واحده برك باش نعم عندنا 200 غرام تاع شوكولا مقدار زوج طابليطات تاع شوكولا إيه؟ واش نديرو نذوبوهم بمارين ولا نذوبوهم في ميكرووند على جانب نحكمو ثلاث حبات تاع البيض إيه؟ نضيفو لهم ثلاث ملاعق تاع السكر هنا خاطر على عندنا بزاف الحلو لهنا اللي حبيت نقص نديرو ثلاثه بوكس سكر خاطر ندير حتى ست مغارف سكر ثلاث ملاعق صافي عندنا ثلاثه بيض ثلاثه سكر ثلاثة كاكاو لهنا كاكاو قاعد نغرب له باش نحط نجيب السكر الابيض تصلح بالسكر البني نقدروا نقدروا نعم لانه نقدره. النظام الغذائي الحديث نعم صار يعتمد كل ما هو صحي سواتي صح نعم مع انه حتى في المطاعم ما تلقى في جدل فيما يخص السكر البني
لان نتناولوه صح، لانه بزاف يقول لك يضيفوا له الوان ملونات وغيره. نعم صح، ماشي طبيعي 100% يعني، يبقى القوس مفتوح. نعم نكملوا. عندنا قلنا نديروا ثلاثة تاع البيض، ثلاث ملاعق تاع السكر، عندنا لهنايا نضيفوا لها ثلاث ملاعق تاع بودرة الشوكولاتة الكاكاو، من النوع الجيد لازم تكون. نضيفوا لها لهنايا كانت ست ملاعق تاع الفارينة، هذو نغربلوهم كامل. نزيدوا احنا ما في راميزو رانا نخلطوا رانا نضيفوا، ماشي نحطوا كلش هكذاك، صافي نبداو بالبيض والسكر هما الأولانيين. ومن بعد باش نبداو نضيفوا لافارين ونضيفوا الكاكاو. هذا كريم ديسير شوكولا، هذا الشوكولا كريم ديسير، نزيدوا نضيفوا الكريم ديسير هذاك، هذا يخرج لنا بريس كيما فوندون. اوكي. نعم، شغل فوندون بصح ما يديش يتسايل بزاف، يجي مويل كما نقولوا حنا الداخل، يجي معسل لهذا. نخلطوا هذاك الخليط كامل، ومن بعد نضيفوا له لهنايا ملعقه صغيره تاع لافاني وخمس غرامات تاع لاليفير. لاليفير هنا ما نكثروش بزاف، حنا ما في الموسكوت ولا نكثروا شويه. هنا خمس غرامات، ومن بعد نخلطوا كلش، نزيدوا نضيفوا هذيك الشوكولا مع الزبده، نخلطوها كامل، نخلطوا كاع هذاك الخليط تاعنا ونديروها في الفرن لمده 15 دقيقه، غير نشوفوا هذيك لاكوت الفوقانيه شغل نشفت نخرجوها. اوكي. نخلوها تبرد، على جريم نحضروا لو غاناش تاعنا، الغاناش تاعنا عندنا 100 غرام تاع الشوكولا و100 غرام تاع كريمه سائله اللي نديروا موبيل مارين، ومن بعد نسقي بهم هذاك الكيكه ديالنا، ومن فوق نحبوا نشبحوهم بلي بيبي دو شوكولا ولا كل واحد واش يحب. سبحان الله، الشوكولا هي الماده الوحيده اللي فيها ابداع وفيها خيارات كثيره يعني صح. في الوصفه. نعم. شوكولا توظفها وين تحب. وين تحب صح. وتقدر تاكلها باي طريقه. نعم. صح؟ صح. وتعدل المزاج صح. وفيها منافع غذائيه صح؟ صح. إذا النظام الغذائي مفيد جدا لسلامة أجسادنا. طبعا. نظام تربوي أيضا صح. في فوائد أكثر لسلامة العقول والأجساد وحتى الروح. صح. ألو ألو. ألو ألو. نقول يا صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. نتعرفوا عليك؟ معك حياة ابنتي سمسيلت. يا أهلا وسهلا بك أختنا حياة وكل ناسنا وأحبابنا وأهالينا ابنتي سمسيلت، وش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. لاباس. والله لاباس الحمد لله، ربي يهنيك. أختي حياة من المتتبعي برنامجنا؟ صح. أكيد. تشوفينا دائما؟ نعم إيه. وتتبعي كل الفقرات اللي نمدوها؟ نعم. وش هي أحب فقرة ليك؟ كامل 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 فقط دبلوماسية. طيب سقسيها على الكويز ديالنا. ايه الصندوق، يلا سقسيها على الصندوق. يلا تبعتي معنا منذ بداية الأسبوع؟ نعم. صح، في على بالك بلي في هذا الموسم حبينا نسلطوا الضوء على كل ما هو تراثنا وتقاليدنا وحاجات اللي مرتبطة بالأصول ديالنا، ياك؟ يا سيدتي هذه بنتك ولا وليدك؟ هذه بنتك؟ بنتك ولا وليدك؟ بنتي ما شاء الله تربط في عزك ان شاء الله. شحال في عمرها؟ عام ونص. حبيت تهضر معنا، حبيت تهضر معنا نسمعوا فيها ان شاء الله. ايه شافك البطاطا الحلوه بتقول لي بطاطا. بطاطا هذيك معنا ديم. حب البطاطا. الو الو. نعم. انا يبغى زعما بنتها. نكملوا مع الكويز. يلا نعاودوا نرجعوا للكويز. يا درا في صندوق لالا وشنو هي الحاجه اللي راهي مخبيه فيه؟ هاي قولي لنا في هذا الصندوق. ها مع فاروق راح نشوفوه. فوالا هذا واش كاين الحاجه اللي فيه واللي خلينا نقولوا عندها بعد ثقافي وارث كبير في العادات والتقاليد ديالنا. نظن ان الطاسه تاع الحنه. احتفظوا بالاجابه غدوة راح نشوفوا. هاي خلاص. شكرا لك سيده حياه، يعطيك الصحه اتصالك، تحيتنا لك ولكل الناس وحبابنا واهالينا من تسمسيلت من مسيله من وهران بليده كل ربوع هذا الوطن. صح. شكرا لك تحياتنا. اذا يا ناس طيبين مازلنا مكملين معكم في استعراض فقراتنا ومحطاتنا. نشكر شيف نديم. الله يسلمك. صح. راح نرجع لك بعد قليل اكيد. يوسف مخرجنا راح يرافقك ويرافقني باش انضم الزميل صلاح لاستعراض محطة أخرى من محطتنا اللي تفيدنا كثير في حياتنا ويومياتنا. الدين معاملة هي الفقرة الموالية. صح. فاصل ورجعين بعدها. يلا تفضل. أعمالنا أفعالنا. نعم. الأعمال هي التي تسطر. صح. وتسير منهاج الحياة من خلال فعل الخير
يذكر الشخص إلا بأعماله وأفعاله، صح؟ يا صباح الخير، يا أجمل وأحلى سلام لكل الناس الطيبين اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح. القدوة التي نقتاد بها هي رسول عليه الصلاة والسلام، والدستور الأوحد والوحيد الذي نسير عليه هو القرآن الكريم، صح؟ القرآن الكريم منه نستوحي كل طرق التعامل الحياتية الدنيوية وحتى الطرق الحياتية الآخرة، صح؟ أو الحياة الآخرة. إذن هو موضوعنا الذي سنسير من خلاله ومحطة الدين معاملة بحضور الأستاذ حمزة جزار، القرآن الكريم منهاج حياة. أهلا وسهلا بالجميع بعد هذا الجينجل، تفضلوا. الدين معاملة هذا الصباح مع الشيخ حمزة جزار، صباح الخير، مرحبا. يا صباح النور، ونرحب بالبراعم اللي حاضرين معنا اليوم. راح نتعرفوا عليهم اكيد تباعا، وراح نتعرفوا ايضا عن سبب تواجدهم، صح؟ معنا نهار اليوم، صح؟ استاذ حمزه تزل، ونرجع لموضوعنا اللي نهار اليوم، اخترت انك تطلع المشاهدين بموضوع القران منهج حياه، وكان لطفي كان دار مقدمه جدا رائعه، وين خلينا نقول لخص كل ما يعني القران في حياه الانسان. لكن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث له، حديث رائع، يقول اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. بالعوده لكتاب الله، خلينا نقول كما قال لطفي، كل الامور تاع الدنيا فيه، سبحان الله، الدنيا والاخره ايضا، صح؟ الشيخنا حمزة تزار، موضوع كبير هذا تاع القرآن الكريم، لأنه الناس بزاف تقرأ القرآن الكريم معانيه ربما من خلينا نقولوا نقراوه قراءة بسيطة، ما نتدبرش المعاني ديالو، صح؟ المشكل عدم تدبر معاني القرآن الكريم، صح؟ فاليوم في هذا الموضوع ماذا بينا كذلك نفهموا هذا الأمر، وكيفاش نتقن التدبير ديالو. شيخنا اسمح لي فقط، في مشكل فقط في الصوت، لانه عليها اخذت الصوت من عندك، هاو ميكرو فقط لو تاخذه ونتكلموا على الموضوع مباشره، تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كما سلفتم الذكر، يعني القران الكريم هو منهج حياه، صح؟ وهو دستورنا، وهو جامع امر ايماننا، فيه صلاح الدنيا وسعاده الاخره، وفيه كذلك هداية النفوس الظامئة إلى الهدى والمحاذرة من الردى، صح؟ هو كلام ربنا سبحانه وتعالى المعجز الخالد النازل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى تحدى بهذا القرآن، فقال جل شأنه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا القرآن يعني تلاوته ورعايته من صفات المؤمنين الصادقين، فهو والله يزيد في فهاء في الإيمان، ويزيد في الطاعة والقربة، بل يعني فيه طمأنينة للقلوب. الله سبحانه وتعالى حين أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، صح؟ نعم، صح، صح، صح. هكذا، لأن القرآن في الحقيقة يؤخذ مشافهة من الشيخ، أن تسند الركب إلى الركب. نعم، لما نزل على القرآن قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. لهذا يقول الحسن رحمة الله عليه: أي اقرأه قراءة بينة، قراءة جميلة، يعني وهذا من التجويد. التجويد هو الإتيان بالجيد، هو التحسين. نعم، وكاين نقطة أخرى مهمة بالنسبة لترتيل القرآن الكريم، يرتل باللغة العربية فقط، نعم، لأنه هناك من لسانيات مختلفة، نعم، جنسيات مختلفة أيضا، طبعا تدين في الإسلام، طبعا، لكن لا تجيد ولا تتقن اللغة، نعم، العربية، نعم، هناك ترجمة للقرآن الكريم، نعم، لكن لا يتم ترتيلها، طبعا الترتيل فقط للقرآن الكريم باللسان العربي، صح؟ طبعا، لأن الله، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله قرآنا عربيا، قال في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه الترجمة هي تقريب للمعاني، لأن ليفهم القرآن من العاجم
نعم، وغيرهم ممن لا يفهمون وممن لا يعرفون ولا يقرؤون ولا يطالعون. وبعض الناس يعني لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لأن القرآن نزل على العرب هكذا. أيضا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، صح. نعم، هم المكرمين بالفضل والمميزين بين الناس بنسبتهم إلى علام الغيوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بهذا قيل للحسن البصري رحمة الله عليه: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. تصور، الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن والله فيه من الرعاية وفيه من الحفظ وفيه من التوفيق وفيه من النصرة ما ليس يحاط به. لهذا تصور أن قارئ القرآن له من الأجور وله من الثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أجور عظيمة كالجبال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني تصور فاتحة الكتاب كم فيها من الأجور. تفضل تفضل تجدين وارجع. يلا تفضل، أرجع حتى تدي مكان لطفي. ناهيك الفاتحة فقط، يعني كم فيها من الأجور. أنت أيضا مرة يلا تقلد روح. يلا واللي أرجع يلا ترجع إيه يرجع نعم. يعني ما تروحيش أكدا. يعني الأجر التي يحصلها سبحان الله. ماذا عن من يقرأ القرآن، من يستمع للقرآن الكريم؟ نتحدث فقط عن قارئ القرآن، صح، حتى الشخص الذي يستمع إلى القرآن الكريم والسيارة والبيت والمنزل يؤجر عليه ويأخذ الثواب. طبعا يؤجر. جميل. نعم، يؤجر الإنسان على سماعه القرآن، لكن ثوابه ليس كثواب القراءة. لكن والله يعني واسع عليم، يعني الله سبحانه وتعالى يؤتي الأجر. نعم بارك الله فيك. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن قراءة القرآن من المصحف أحسن وأفضل. لهذا يقول العلماء: القراءة من المصحف عبادة. لأنه كاين ناس اللي الشخص الأمي الذي لا يجيد القراءة ولا حتى الكتابة. طبعا هناك البديل، السماع للقرآن الكريم. طبعا هناك البديل، السماع. حتى الإنسان الذي لا يحسن ولا يحفظ ولا كذا، إذا كان يعني حديث عهد بإسلام، العلماء يقولون في حقه أنه يأتي ببعض الأذكار فتجزئه بإذن الله سبحانه وتعالى، ريثما يحفظ. هذا من تيسير الشريعة. الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لهذا كذلك هذا القرآن الكريم يأتي شفيعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني تصور القرآن ماذا يقول؟ هو الصيام يقول: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي يحاجان عنك يوم القيامة، يعني ينافحان ويدفعان عنك ويشهدان لك. نعم، يعني تعلم القرآن الكريم والتقيد بقراءته ربما يأتي منذ النشأة. نعم طبعا، يعني الطفل لما يتعود على قراءة القرآن وتعلم القرآن راح يسير طول حياته. طبعا. هل الأولياء من الأولياء من لا يأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا يعلم أبناء القرآن الكريم، هل يكون فيه حساب؟ هل يسأل الأولياء عن عدم تربية أبنائهم تربية إسلامية وتعليمهم وتلقينهم القرآن الكريم؟ نعم، بارك الله فيك على هذا السؤال. لطفي، بالنسبة لعلم التجويد، علم التجويد، تعليم القرآن وحفظ القرآن، وإن كان حديثنا عن فيه ضعف ذكره العلماء، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت الخرب، تشبيه مخيف. نعم، وتعلم التجويد كما قال علماء هذا الفن، قالوا بأنه واجب على كل مسلم ومسلمة. تصور. نعم، وإمامنا الجزري رحمة الله عليه يقول في الجزرية:
والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. لهذا تسمى يعني هذا العلم رياضة الفك أو رياضة اللسان. نعم، فأنت تمرن الصبيان خاصة مثلا هؤلاء الصبية مثلا هؤلاء النشر. نعم نعم، تجدين مشري الأول. نعم، وهذه أسيل. أسيل وهذه مرام. ما شاء الله. أهلا مرام. نعم. وهؤلاء ها لا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لهذا الحمد لله، يعني أولا هي من حرص الأولياء على تعليم القرآن الكريم، يعني صح. هذا يعني هذا فيض من غيظ، والا الطلبه فهم حوالي الان الذي ادرس يعني حوالي 100 طالب. لأن الكل يقول محظوظ الطفل اللي تربى في بيئه يحرص الاولياء اولياءها على تربيتهم تربيه اسلاميه، يعني بهم القرآن الكريم، يكونوا حريصين على الصلاه وإقامة الصلاة في أوقاتها، بارك الله فيك، تبعهم إلى الكبر إلى الكبر. صح. بارك الله. وهذه والله ما أراه إلا سياسة حميدة رشيدة. الآن الحمد لله الدولة تعنا تحرص على ذلك أيضا، يعني هذا يقرأ في يعني روضة الحضانة يعني. جميل جدا. طبعا وصاحبة الروضة يعني والله يعني سياستها حميدة رشيدة ما شاء الله، فتحرص هي لا تكتفي باستقبال الصبيان. وش علاقتك بهذه الروضة وبهذه الأطفال أنا أستاذهم مدرسهم. نعم مدرسهم، عندي يوميا عندي ساعات معهم مدرسهم يوميا. طيب جميل. شيخنا حمزة تزار اسمح لي مرة أخرى فقط، نروح فاصل قصير وراجعين بعده حتى ندرسوا على الأطفال ديالنا. يلا صلي وسلم على سيد الأنبياء محمد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. أجمل وأحلى سلام لكل من انضم والتحق بنا الآن واختار قناتنا الشروق العامة وبرنامجنا الصباحي الخدماتي صباح الشروق. مكملين في استعراض محطتنا الدين معاملة، والتي نصحبها بالحديث عن الأولياء وتربيتهم أبنائهم تربية سليمة تعتمد على قواعد وضوابط القرآن الكريم والدين الإسلامي. صح. نعود نرجع للضيوف اللي حضروا معنا، لأنه أستاذ حمزة الزهر متعودين عليه. صلاح ولكن الدين. صح. تجدين. صلاح الدين أنا أصيل. تجدين. أصيل. ومرام. ومرام. مرحبا مرام. ما شاء الله. حيب نعرف علاش هاد الأطفال محاضرين معنا هنا. طبعا أخي صلاح، الأطفال طيب هؤلاء الأطفال يعني تعلموا القرآن. جميل. حفظوا يعني شيئا منه وتعلموا بأحكام التلاوة. جميل جدا. فهذه عينة يعني ما شاء الله لهذا الإنسان، يعني ينبغي الأولياء يعني أن يحرصوا على تعليم أبنائهم. العمر فقط شيخنا حمزة الزهر أربع سنوات يعني. شحال؟ أربع سنوات يقاربون الخمس سنوات يعني. العمر اللي نقدر نتعلم فيه القرآن الكريم ولا نعلم فيه أولادي القرآن الكريم. نعم. هو اولا التعليم بهذا يعني في هذا السن يكون يعني عن طريق التطبيق فقط، يعني تلقنه تلقينا القران يعني. هل الميكروفون للاطفال الصغار وانت صوتك اكيد راح يوصل. نعم. ممتاز. ويلحق للمشاهدين. نعم. اذا نعم. يتعلموا في سن يعني هكذا مبكرا، يعني نلقنهم القران يعني مشافهه. يعني هنا في هذه الفترة يعني نحن لا ندرسهم النظري ولا يستوعب القراءة. صح. نعم. النظري يعني ما يتعلق بأحكام التجويد من صفات ومخارج وإدغام وإخفاء وإظهار وإقلاب إلى آخره، يعني أحكام الراءة وكذا، هذه نعلمها للصبيان يعني حال كبر حال تمييز وكذا. صح. صح. لكن الآن يلقن الصبي، وهو الآن كما قيل الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. صح. نعم. الأطفال كثيرين حالتك. نعم. كما نشوف. نعم. يحبوا مشاغبين. شوف القرآن الكريم يعتمد على الانضباط. نعم. يعتمد على السمع الجيد. صح. يعتمد ايضا على الـ على الـ على الرابط الروحي. نعم. بالكلمات. طبعا. بالكلام. طبعا. كيفش تقدر تتحكم في 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 في, في, في الاطفال الصغار. نعم. وتقدر انهم تخليهم منضبطين. نعم. ويسمعوا ويستوعبوا القران الكريم. والله يعني هذا الامر هو يستحيل يعني خصوصا تجدي المشاهد. صح. تجدي نقول لكم علاش شاف روحه في التلفاز. نعم. طيب
هي والله من الصعوبة بمكان، لكن الإنسان يحاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاربه، يعني الطالب إذا كان يتحرك كثيرا ولكنه يعطي، يعني يعطي الحمد لله أنه يحفظ ويتمرن ويتدرب على أحكام التلاوة فهذا أمر طيب. ولهذا الأستاذ لابد له من صبر في هذه الأحوال، في غالب الأحوال لابد له من صبر، وتارة يذكره يعني ريح ما تزغل الأولياء الثاني عندهم دورة دور صح طبعاً مش يعود يذكروهم ولكن انا لما يعني خلاص يعني يضيق علي الحال بالاطفال كذا وشو حاب تجدين يروح الوالد حتى تقرا القران اصبر نروح نقرا القران تجدين تقول حاجه معليش طيب يلا دكم قولوا لا انا قران ان شاء الله حتقرا ها حنعطيك تقرا ان شاء الله القران طيب ان شاء الله لعلنا نحاول نتفضل ان شاء الله تجدين تجدين معليش تبدا اسيل قرا ان شاء الله يلا اسيل تجدين تفضل يريح دكم ان شاء الله يلا اروح عندي اروح عندي تجدي اروح عندي اروح ماشي حبيت تدي لي مكان يا روح هاي يريح معنا يلا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وش حبيت دوك تجي معي تشوف فيك ماما كيف فرحانه بك يلا نسمعوها نسمعوها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بالاحكام سبحان الله وتجدين يعرف يقرا ثاني دوك نسمعوا تجدين يلا مرام هاي نسمعوا تجدين هاي ما شاء الله بسم الله سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحدا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم ما شاء الله مخارج الحروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
شاء الله راح نبوسك ما شاء الله. نسمعوا مع رام كذلك. هذا كيدخل ان شاء الله عليك. نقول للمشاهدين هذا كاع فيك، هذا كاع فيك انت يا الله يبارك. لطفي نقول للمشاهدين انه انت جدي لما دخل قال لنا ديما كان لطفي مخارج حروف سليمه ما شاء الله. جميل مخارج حروف سليمه. مرام بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. وأعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني تجدين هو اللي رئيس العصابة. صح. هو اللي رئيس التطبيق أفكاره. هو اللي أثر. صح. الشيخنا حمزة الزار قريت ربما في وقت مضى دراسة قالت باللي الأطفال اللي يكونوا في هذا العمر وحافظين القرآن بهذه الطريقة في كبرهم وفي دراستهم في مشوارهم الدراسي يكونوا من أنجح التلاميذ. وهذا نعم، وهذه إحصائية يعني حتى صح. في بلدنا الحبيب وفي غير بلدنا، يعني الذين يحفظون القرآن يتميزون عن غيرهم. صح. يتميزون عن غيرهم، يعني الآن تجد يعني الحمد لله تجدهم في مجال الطب والهندسة والكيمياء والفلك وغيرها من ومن أنجب التلاميذ. صح. نعم نعم، والحمد لله. وهذا يعني من يخرجون من الكتاتيب لهذا لذا والزوايا أيضا. نعم، بارك الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية. والآن حتى يعني حتى شكرا. الآن دور الحضانة الآن صح. يعني تصور الآن يعني لما ما عندهمش اللوحة ولا ما عندهمش اللوحة لا ما عندهمش اللوحة، ولكن التلقين الآن بداية يعني الآن يتغير يعني بحسب السن. الآن التعليم القرآني بحسب السن، يعني هؤلاء بالتلقين. صح. وآخرون الآن يعني بالسبورة وكذا وغيرها من الأمور والمصاحف وكذا، وهذه يعني مما تعين الأطفال يعني. وإذا كانت دائما سياسة رشيدة يعني للمسير والمدير هذا والمعلم وكذا، بإذن الله عز وجل سينتج هذه الثمار التي تراها اليوم يعني. المناطق في الجزائر اللي تكثر فيها الزوايا مثل منطقة القبائل. صح. هي كبيرة لهم منطقة الجنوب الجزائري أيضا. نعم. مازالهم حافظين إلى الساعة إلى حد الساعة على نعم. تلقين أبنائهم وتعليمهم القرآن الكريم. نعم. يعني لو كان نروحوا للتشر تاع منطقة القبائل القبائل مثلا نعم. نلقاو الأبناء نعم. بالتوقيت صح. نعم. والجنوب الجزائري أيضا نعم. صح. نعم، في صحرائنا المباركة الشاسعة وفي بلاد القبائل وغيرها من صح. الأماكن في كل منطقة إلا وتجد هذه الزوايا، بل يحرصون تجد يعني الكثير من الحفاظ مثلا صح. مثال مثلا أهلنا في الصحراء مثلا، يعني هم ينشأون على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. أول ما ينشأ هذا الطفل فينشأ على حفظ كلام المولى سبحانه وتعالى، لهذا تجده في الغالب يعني 15 سنة ممكن ختم كتاب المولى سبحانه صح. وتعالى. لهذا الإنسان يحاول أن يتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما هم الأجران؟ أجر التلاوة وأجر المشقة والجهد والاجتهاد. لهذا سبحان الله العظيم هذا القرآن يعني حين يسكبه الإنسان على القلب يأتي بالطمأنينة ويأتي بالسكينة. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأختم بهذا الحديث العظيم فضل. وقصة أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك يعني القرآن. فقال أبي قال الله سماني لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سماك لي.
قال وذكرت عند رب العالمين، قال نعم فذرفت عينه. فجعل أبي يبكي، يعني أبي سيد القراء، يعني تصور أن الإنسان الذي يعني يقرأ القرآن ويجتمع في هذه المجالس المباركة يذكره الله سبحانه وتعالى في الملأ عنده ويذكرك باسمك فلان ابن فلان. جميل. يعني تصور هذا الأجر. الله يبارك ما شاء الله. ونحن كل طمأنينة بحضورك. صح. أكيد. الله يبارك. من خلال توصياتك ومن خلال المواضيع اللي تعالجها إن شاء الله يا رب. وكنا مطمئنين على مستقبل أبنائنا في ظل القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه وضوابطه. إذا ما زلنا مكملين مع مشاهدينا، راح نروح إلى هذا الصبر للآراء، نسمع آراء خلينا نقول المواطنين والجزائريين فيما يخص موضوع إقبال الأولياء على المدارس القرآنية تعليم أبنائهم. يلا. بميكروفون وقراءة لزميلتنا إكرام الله علي. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له وقرأوا ما تيسر منه، ولا وأمرت أن أتلو القرآن. يترباو ثانيا يعرفوا ما معنى الأخلاق، ما معنى كما يقول لك التعامل، يحترموا بين الكبير والصغير، احترام. يعني عجبتني ظاهرة هذه، ويعرفوا ثاني الدين. فيما يخص المسجد ما كاش هذه، كاين ناس أكفاء مرشدين سواء نساء أو رجال، يقروا البنات يقروهم مرشدات والذكور يقروهم مرشدين. القرآن تاع الإنسان البالغ والكبير اللي يفهمه، الطفل الصغير يحفظه عن ظهر قلب. معليش صعب باش تدوزيلو الطفل الصغير يحفظ 15 حزب أو 20 حزب دون فهم، هو حاجة طيبة ما شاء الله. بس ليس منهج الصحابة رضي الله عنهم أو السلف، كانوا الصحابة يحفظوا بالك في صفحتين أو ثلاث لا أدري ما تيسر ثم يعملون به. تديه للجامع وما تديش لاكراش، لأن المسجد دي ربي. احنا هناك بعض يعني الكل حال لي بارون ديال نقراو في المسجد بكري، لهذا قعدت العربية وقعد الإسلام في بلادنا. المسجد حاجة مليحة، أولا بيت الله، هذه باسكو كاين يقول لاكراش، لاكراش ما نقولوش ماشي مليحه، كاين مراه تخدم ولا من حقها تدي وليدها لاكراش باسكو ما عندهاش الوقت، لكن المسجد يقري الدين اللي لازم نقراوه، ما نخرجوش من. وثانيا كاين ثاني يزيد يقرا العربيه، لان كي يقرا في المسجد راح يتعلم العربيه، واول ايه فيها اقرا. درك انفاقوا ولاو يبعثوا ولادهم للمدرسه القرانيه في المسجد، علاش؟ المسجد هو بيت بين بيوت الله، فيه الامان، فيه الضمان. ناخذوا اكزومبل البلدان المتطوره من بينها ماليزيا اللي طبق الدين 100%، حتى يعني العلم اللي عندهم وعطى لهم ربي، لكن قعدوا توجور. لهذا احنا لازم نعاودوا نولوا للمسجد ونقولوا على كل حال ان شاء الله كما يقولوا ندخلوا المسجد ونزيدوا نطبق ان شاء الله يا رب. اذا كل المساجد كفيلة بتعليم أبنائنا القرآن الكريم، وحتى الروضات اللي صارت الآن تعتمد هذه الطريقة كمنهاج حياة، منهاج تربوي، منهاج تعليمي. حتى في الدول الغربية صاروا يعلمون أبنائهم ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال بعض السلوكيات اليومية اللي تعلمها كل شخص. سلوكيات يومية في حاجة أن تتعلمها كل امرأة وسيدة عندها أطفال، خصوصا حديثة الولادة، الأم الحديثة لأول مرة تتعامل أقول مع طفل رضيع اللي يواجه الكثير والعديد من المشاكل الحركية في يومه. صح. أمومة وطفولة هي محطتنا المواليه التي سنستعرض من خلالها التشنجات العضليه الحراريه الخاصه بالطفل. راح تعرفوا هذا عن هذا المصطلح العلمي وش معناه، وعن سبل الوقايه والعلاج بعد هذا الجينجل. اهلا وسهلا بكم. التشنجات الحرارية عند الأطفال، هذا الموضوع اللي حنتناوله اليوم في فقرة أمومة وطفولة مع طبيبة الأطفال الدكتورة كهينة جمعة. صباح الخير. مرحبا. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. صباح الخير أخ لطفي. نورتينا. صباح الاستضافة. يعطيك الصحة. أنا استغربت في هذا المصطلح وهذه الكلمات. صح. تشنج حراري. هي بالفرنسية نعرفوها اسم متداول. لكن بالعربية التشنج أنا نربطه بكل ما هو حركة فعل، لكن أنه يكون فيه تشنج حراري لازم نعرفوا المفاهيم. صح. دونك التشنجات الحرارية ولا عندنا احنا المصطلح الرائد عندنا يقول لك يكرز. احنا علاش خيرنا هذا لو سوجي؟ باسكو اون جينيرال لي ماما نقدر نقول لك بالك يسعى لوليدها ولا حاجة واحدة أخرى ما تقلقهاش بزاف. بصح اون فوا تطلع له الحمى، يعني يدير الحمى
الحاجة الأولى اللي يتبادر الذهن تاعها تقول لك نخاف، واش تخافي؟ تقول لك نخاف وليدي يكرز. يكرز بصح يكرز، عندها علاقة بالحركة. فوالا صح، دونك عندها علاقة بالحركة والسبب تاعها يعني الحرارة. دونك نحكيو شنو هو السبب الحراري، يعني بالحديث عن سبب التشنج. سبب التشنج، لكن التشنج كمصطلح يخص الحركة. يعني كيما حنا نقولو يكرز بون، يعني كاين كاين أمور واحد أخرين. مي حنايا الصورة اللي عندنا في راسنا أنه الطفل يكرز يدير حركات في العضلات تاعو، لا تقلصات في العضلات تاعو، انقباض في العضلات تاعو، والسبب الرئيسي الحراره. يعني أوكي. هنايا ارتفاعها ربما لدرجه محدده ولا يعني هنايا بصفه عامه كي نقولوا تشنجات هما لي كونفولسيون. طبعا لي كونفولسيون نقدروا نقسموهم لزوج انواع. كاين لي كونفولسيون نون فيبريل، يعني تشنجات ولا حركات بدون حراره. يعني نستثني هذا الامر في موضوعنا تاع اليوم. وعندنا التشنجات الحراريه، يعني وين تكون الحراره هي السبب الرئيسي في هذه التقلصات. الحمى يعني الحمى طلع له الحراره تكون سبب في التشنج، لكن اكيد عندها سبب الحراره باش تكون. واش هو السبب اللي يخلي الحراره تكون؟ يعني احنا اون جينيرال كي نحكيو على سبب الحراره نحكيو على لانفيكسيون دي فوايريان سوبيريور، يعني المجاري التنفسيه العلويه. احنا على بالنا بلي الطفل معرض باش يمرض دي زوتيت، يعني التهاب تاع الاذن، التهاب الحلق، لا رينوفارنجيت، التهاب اللوزتين، لونجين، لي برونشيت، يعني الاسباب الفيروسيه ايضا اللي عندها علاقه كبيره بهذا بارتفاع درجه الحراره. من بينها الانفلونزا، من بينها الزكام، من بينها فيروسات واحد اخرى. يعني كي نحكيو على السبب الرئيسي ماشي الحراره بحد ذاتها. يعني الحراره اون جينيرال الفكره اللي عندنا يقول لك كي طلع له السخانه بزاف 39 40 اللي يدير لاكريز. يعني الطفل يقدر يكرز والحراره تاعو تكون 38 مثلا، تكون 38.2 ولا 3. يعني العامل الرئيسي هو العامل الوراثي. ماشي كاع الاطفال يديروا تشنجات ولا يديروا دي كونفولسيون كي تكون كي تطلع لهم الحراره. يعني كاين اطفال فئه معينه عندهم قابليه وراثيه. يعني عندهم استعداد وراثي، عنده دور كبير. والدراسات لقات بلي كاين جينات محدده اللي تدخل في هذا العامل تاع التشنجات الحراريه. يعني ماشي اي طفل كي تطلع له الحراره يدير دي كونفولسيون. يعني العامل كاطباء، انتم كاطباء في التشخيص نتاعكم كيفاش تقدروا تميزوا؟ هل من تقنيات معتمده باش تعرفوا انه هذا النوع من ارتفاع درجه الحراره يعتبر حاله مرضيه هي اللي تسبب له التشنجات، تختلف عن باقي انواع الحمى؟ يعني اي حمى تقدر دير تشنجات. اوكي اي حمى التضاعفات تاعها هي اي التضاعفات تاعها. بصح قلت لك فئه معينه اللي يعني عندهم قابليه وراثيه ماشي اي واحد. أوكي. يعني من بين الميكانيزم ولا الامور اللي تدخل في هذه التشنجات، يعني كاين دراسات اللي فسرتها ببعض المواد الكيميائيه اللي تكون في الالتهاب، اللي يعني اللي تاثر شويه على الدماغ وتدخل ليه. احنا في اي التهاب، في اي التهاب عندنا سلسله من يعني من لي رياكسيون شيميك كما احنا نقولوا، ردات فعل كيميائيه تكون يعني للقضاء على اي فيروس ولا اي جرثوم يدخل. الحراره بحد ذاتها هي سلاح تاع الجهاز المناعي. الحراره علاش تطلع السخانه ولا علاش تطلع الحراره وعلاش الطفل يدير الحمى؟ كي يدخل اي يعني جسم غريب الى الجسم، الى الجسم غريب، الجهاز المناعي راح اوتوماتيكمون راح يحاربه. من بين الاسلحه الاوليه هي الحراره، ارتفاع درجه الحراره. سي بوغ سا حنا نقولوا لي بارون جينيرال ما تقلقوش بزاف، هذا سلاح باش الجسم يدافع على روحه ويقتل الميكروب. ممتاز. في هذا يعني سلسله تاع الدفاع عندنا الالتهابات، يعني باش تقتل الميكروبات. في هذه المحطة عندنا اتصالات هاتفية هي اللي تزيدنا ثراء للفقرة. نديو اتصال هاتفي مع بعض ونقولوا الو صباح الخير. الو الو اسمعينا من الهاتف رجاء. من فضلك نقصي من صوت التلفزيون واسمعينا من الهاتف. صح. الو اسمعينا من الهاتف فقط. من فضلك نقصي من صوت التلفزيون سمعينا من الهاتف هكذا باش يوصل صوتك ونفهموا عليك. كون
طفطفتنا ماشي التلفاز. نعود نرجعوا لهذا المشكل في انتظار طبعا مداخلتكم عبر الرقم الهاتفي المباشر في هذا الصباح. فقرة أمم وطفولة متواصلة معكم. نعود نرجعوا للنقطة اللي كان أشرها لطفي منذ قليل. طيب المشكل هذا تاع مضاعفات تاع الحمى يتأدينا لهذه التشنجات، هل فيه ربما طريقة اللي نقدروا نتفاداوها بها؟ يعني طريقة باش نتفاداو ما نقدروش نتفاداو، علاش؟ باسكو ماشي الحمى بحد ذاتها كما قلت لك لها حد يدير التشنجات، يعني يقدروا التشنجات يجيو قبل ما تكون الحمى. وقبل هذا نهضروا على الأعراض الأولية. الأعراض طبعا. الأعراض مش الأعراض، كيفاش تقدر تميز الأم باللي راه فيه تشنج جاي من الحمى؟ بون هنا كاين عدة يعني أنواع تاع التشنجات ولا لي كريز كونفلسيف. تقدر تكون على شكل كونفلسيون هايبرتونيك، معناتها الطفل ييبس برك يعني كلكو سكوند، اللي تقدر تروح مثلا حتى لخمس دقائق. ومن بعد نحكيو على الانواع تاع التشنجات، كاين زوج انواع. نعم كاين اللي ديباسي 15 دقيقه وداك طويله صح. كهناك النقطه الحساسه اللي نحب نحكي عليها، باسكو الامهات يجيو خايفين، يقول لك نخاف الحمى، يقول لك يكرزوا، يقول لك عينيه يدوروا، يقول لك يصرى له خلل في المخ تاعو. راه يستناو فينا عندنا اتصالات في اخر، ما نخليوش المتصلات تنتظر اكثر ونقولوا الو. صباح الخير، عندنا مشكل في الخط اليوم ولا واش؟ راهم يقطعوا الاتصالات. نعتذر على كل المشاهدين اللي تفاعلوا يتواصلوا معنا، لانه نظرا لاهميه الحديث صح اللي راه يجرى مع الدكتوره، نضطر دائما نضطر انه نخليها تكمل الفكره هكذا باش ما نقطعوش حبل الافكار اللي عندنا. نكملوا في التشنجات. يعني في التشنجات البسيطه اللي قلت لك تروح حتى 90%، في الحاله هذه ما كان حتى مشكل اللي صرى للدماغ، يعني ما عندناش مضاعفات. يعني هنايا يعني نفتح قوس نستثني يعني لي زانفيكسيون تاع المخ. وعندنا اتصال هاتفي اخر. ولا لي زانفيكسيون تاع السحايه. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بك، فوتي مباشره بسؤالك مع الدكتوره. صباح الخير. صباح النور. هاي معك الدكتوره. عندي بيبي صغير عنده 6 اشهر. نعم. الله يبارك. شغل تجي الحمى تطلع لها غير مع 6 تاع العشيه كيما هكا، وتعاود تبدا لها على 12 تاع الليل. شحال كيقصتي له الحمى؟ شحال لقيتيها الاخت؟ نلقاها 39 38. وشحال تقعد هاد الحمى؟ اسكو تستغرق يوم ولا عده ايام؟ والله العظيم لا تقعد سمانه. ودرتي رحتي عند الطبيب؟ درتي استشاره طبيه؟ مشيت عند الطبيب، قال لي بنت من سنيناته. وهو راه يدير ويسنن ويخرج في سنان؟ والو ماشي خرج في سنينات. نعم. دار تعرض وليدك للتشنجات ولا لا؟ لا لا شويه. هذا ابقاي معنا سيدتي، راح تلقاي الاجابه مع الدكتوره. شكرا لك، شكرا على اتصالك، لاباس عليه ان شاء الله يا رب. دونك هنا السبب الرئيسي عندها لازم نعرفوا السبب تاع الحمى تاعو منين جات. يعني لازم تروح دير استشاره عند الطبيب. سمحي لي الطبيب، يحق للطبيب انه يقول بالك حنا ولا لازم الطبيب لازم عليه يدير تشخيص؟ لازم يدير تشخيص، لانه كي قالت لي قال لها بالك الاسنان، شنو البديل؟ لازم يدير تشخيص. لازم يدير، باسكو حنا اهميه الطبيب انه لي بارون كي يخرجوا من عندنا يكونوا مقتنعين وعارفين شنو المشكل، راضيين وعارفين، يعني هو اللي لازم يفتح لهم المشكل تاعهم. ايه هنايا لازم نعرفوا بلي التشنجات تجي من 6 اشهر، اللي تقدر تروح حتى لخمس سنين حتى لست سنوات، وسورتو الوقت اللي تكون فيه بزاف بين العام والعام ونص، يعني في السنة الثانية. وهي ذكرت التوقيت 6 تاع العشية وتعاود تولي 12 تاع الليل. حنا واش نقولوا لهم؟ أول حاجة لازم يديروها لازم يعرفوا كيفاش يقيسوا الحمى. حنا عندنا الإشكال يمسوه يقول لك وليدي سخون. حنا هنا كاين وين حالات وين يكونوا الأطراف باردين. ويقول لك ما عندوش الحمى، يعني كاين أمور اللي يقدروا ما يفيقولهاش. وين الموضع اللي نمسوا فيه الطفل؟ ما نمسوش، أول حاجة نحكموا الترمومتر ونقيسوه عبر فتحة الشرج دو بريفيرونس باغ فوا ريكتال. نديروا اون كورب دو تمبيراتور، يعني دو بريفيرونس كل 3 ساعات إلى 6 ساعات تقيس الحمى تاع وليدها. باش كي تروح تعرضوا على الطبيب تكون عنده فكرة، باسكو كاين
على حسب ليزانفكسيون فيرال بكتيريا ولا يعني الحراره تتبدل، يعني عندنا امور اللي نقدروا نميلوا بهم البكتيريا ولا امور نميلوا بهم للفيروس. نعرفوا باللي اسكو كي تمدلوا يعني دواء لينقص الحراره اسكو هذه الحمه تهبط ولا ما تهبطش، اسكو تقاوم ولا ما تقاومش. وين ملتي اكثر انتيا؟ انايا الحمه اللي تولي ستة ايام لازم نحوسوا على مشكل بكتيري من الدرجه الاولى. بكتيري. يعني المشكل الفيروسي ما يديباسيش اون جينيرال 3 ايام. أوكي. هنا دونك لازم نروحوا للمرحله الثانيه واللي هي التحاليل، يعني في الفحص كما نلقاو والو اوني اوبليجي باش نروحوا للمرحله الثانيه وهي التحاليل باش نعرفوا اسكو رانا في اسباب فيروسيه بكتيريه. نديروا التحاليل تاع البول مثلا، كاين هناك حالات بون مانيش نقولها تاع وليدها، مي كاين حالات تاع التهاب السحايا اللي ما نعرفوهمش، اللي يكون التشخيص تاعهم صعيب شويه في العام الاول. الحمى صعيبه عند الطفل الصغير خصوصا كي تجي في الليل. نعم. يولي مكتف في اليدين الاولياء يولوا مربوطين. خايفين. واش يديروا؟ واش هي التدابير الاوليه الوقائيه اللي يقدروا ياخذوا بها في البيت على 12 تاع الليل وين ما يقدروش يديوها للولد بصحة؟ يعني بصحة. اول حاجه ما لازمش يخافوا، باسكو كيما قلت لك علاش خيرت الموضوع تاع اليوم، دائما يربطوا الحراره بالكريز، الحراره بالكونفيسيون. يعني سي فغي التشنجات كي تصير المره الاولى لازم استشاره الطبيب، يعني هنا تحاليل لازم تندار، يعني الحاجه الاولى اللي لازم تتنحى هي التهاب السحايا ولا لامينانجيت، التهاب الدماغ ولا لانسيفاليت، يعني هاد زوج امور لازم ينحيهم الطبيب. يعني اول حاجه ما لازمش يتخلعوا، ما لازمش يكون الهلع هذاك باسكو من بعد ما يعرفوش واش يديروا. الحاجه الثانيه لازم يهبطوا للحمه تاعو بلي موايان فيزيك كما حنا نقولوا، الامور اللي تكون عندنا في الدار قبل ما نروحوا للعلاج. الخل يعني مستبعد من الدراسات الحديثه. بزاف يقول لك دير الخل في التقاشر. الدراسات الحديثه تقول الخل مستبعد والكحول ماشي مليح. يعني الي نورو توكسيك، وحنا على بالنا بلي كاين اوعيه دمويه في الجلد اللي تقدر تدخل هذا الخل وتلحقوا حتى للدماغ. يعني مع الوقت كاين مضاعفات. وباش تنصحي؟ اولا ينقصوا له الحوايج باسكو حنا عندنا مشكله كيبداو يلقاوه بارد لي فخيسون، هو سيتا موان باش الطفل يعني الجسم يطلع الحراره تاعو باش يقاوم الجراثيم. يعني هنا اول حاجه ما يغطيوهش، ينقصوا له. دوزيامون يعطيو له يشرب الماء بزاف باسكو حنا على بالنا بلي الطفل الحراري واللي الماء يتبخر من الجلد. احتفظوا بالفكره بعد ما نديو اتصال هاتفي مع بعض ونقولوا الو صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور، السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، تفضلي بسؤالك مع الدكتوره. اها صباح الخير استاذه. صباح الخير اختي. اها حابه نشتشيك على ولدي عمره 7 سنين ويقرا السنه الثانيه. نعم. اها اما قالوا لي شغل ما يتحكمش في القلم تاعو، كل قريب بدات السخانه هو صغير ما يتحكمش فيه. السخانه تاع البروده. باش ما يتحكمش سيدتي؟ في القلم، في القلم مليح، ما يكتبش، ما يكتبليش مليح. قالوا لي مطلوب يتحكم في الصغار. القلم ما يكتبش مليح، يعني السيلو ما عندوش. تفضلي تفضلي وصلي. ها قوي بيك مرتبط شغل اطراف الراس السخانه هذيك ما تكتبوش فيه، طلبوا عليها راديو تاع الراس، اسكو كاينه منها شغل مرتبطه شغل هذه العلاقه هذه مع تاع السخانه هذه شخص تاع وكي كي 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 كان كي كان وليدك صغير كان يمرض بالتشنجات؟ اي كان يمرض تطلع السخانه بصح هذيك راسه ساعات نفيق به. قال لي ما فقتيش بها ديك السخانه تاع البروده، قالت لي ما فقتيش بها. داروا له داروا له التخطيط تاع الدماغ؟ ما درتهولوش عاد، هي مات هذوك راه ان شاء الله نديرو له. اي شغل عطاو لك التخطيط تاع الدماغ؟ اها ما درتيش؟ ما درتوش عاد، مع هي مات ان شاء الله نديرها له. اول حاجه لازم ديري التخطيط تاع الدماغ. المشكل هذا صح مع تاع السخانه تكون اطرات على راسه. اول حاجه لازم دير تخطيط، لازم دير تخطيط تاع الدماغ. انقطع الاتصال. تخطيط الدماغ في المستشفيات العموميه ولا في غير في يقدر في المستشفيات العموميه؟ كاين في المستشفيات العموميه. واش دور تخطيط الدماغ؟ تخطيط الدماغ باش نديروا الفرق بين التشنجات الحراريه ومرض الصرع. علاش هنا جوستومون من بين الاخطاء اللي كاينه الشائعه انهم يخلطوا بين التشنجات الحراريه وبين الصرع. الصرع هو مرض، مرض اللي فيه نوبات، نوبات متكرره اللي تكون سواء بحراره ولا بدون حراره. يصيب حتى الرضع.
ويصيب حتى الرضع. يعني هنا الأسباب تختلف على حسب الفئة العمرية. يعني هناك كهرباء في الصرع، كاين كهرباء يعني الماس من ماس ديبون هاد لاماس واش من المنطقة تاع الدماغ اللي تكون فيها، ومن بعد اللي تأثر على عضو من الأعضاء تاع الجسم على حسب المنطقة. هنا التخطيط تاع الدماغ هو اللي يوجهنا. هنا جوستومون بين الأخطاء هذه هي يعني يخلطوا بين النوبات بين التشنجات الحرارية والصرع. هنا نقول لهم في التشنجات الحرارية يعني على الأكثر 6 سنوات، احنا نقولوا بين 6 أشهر الى 5 سنين ما تقدرش تتجاوز 6 سنوات، ما تقدرش تتجاوز 6 سنوات. الصرع نقدروا نلقاو في اي يعني سن. هنايا وليه كان يدير تشنجات كي كان صغير، يعني هنايا 7 سنين كي مازال ما داروش تخطيط الدماغي طولوا شويه. دكتوره فكره ربما اللي دكتور اللي لفتت انتباهي انه لو التشنجات تكون بزاف بكثره في فتره الطفوله ديالو صح تكون نعم يقدر في كبره تسبب له مشاكل. جوستومون هذه هي النقطه اللي ما كملتهاش قبيله. يعني كاين زوج انواع من التشنجات، كاين التشنجات البسيطه من 85 حتى 90% يعني اكثرها بسيطه ما عندها حتى مضاعفات جانبيه ني على المخ ني على الذكاء تاع الطفل على حتى حاجه. نكملوا الفكره ونرجعوا للتدابير الوقائيه اللي كنا بدينا فيها. في النوع الثاني عندنا تشنجات معقده، هذا النوع اللي يكون من 10 الى 15% يعني النسبه قليله بالبزاف، وين الفرق بين البسيطه انها تتكرر في 24 ساعه، البسيطه يديرها مره ما يزيدش يعاودها. في المعقده يكررها بليزيوغ فوا في 24 يعني يقدر يكرس في يدو برك ولا في رجلو ولا غير في النص تاع الفيزاج تاعو يعني الوجه تاعو. في الحاله هذه لازم نديرو التخطيط الدماغي. نكملوا نزيدوا ندمجوا التدابير الوقائيه ربما في هذا الفكره اللي كنا بدينا فيها. وش هي التدابير اللي تاخذ بها كل سيده ولا كل رجل كل اب في البيت لما تحكموا طفل تشنجات حراريه في الفتره الليليه؟ هي نكملوا برك السؤال مازال ما جاوبتوش على السؤال. في النوع تاع التشنجات المعقده اللي هو من النوع الثاني، هنا كاين فئه صغيره نسبه صغيره من 1 الى 2% تقدر تروح للصرع. يعني تقدر تكون علاقه ما بين التشنجات والصرع مع الوقت. هنا وشكون هو لو راح يقولنا هو التخطيط الدماغي لوجي. كاين نسبه فريمون صغيره من 1 الى 2. وش يهمنا ثاني؟ يهمنا ليكزامان بوست كريتيك، معناتها مور كي يكمل الطفل التشنجات تاعو يعني يشوفوا الحاله تاعو. في الحاله الاولى في 90% في البسيطه ما يكون عنده والو، يعني ينوض يفطن يهضر معاك ما عنده حتى مشكل. في الحاله الثانيه وين التشنجات تقدر ديباسي 15 دقيقه ولا تتكرر، يعني سواء عندنا انيتا دمال كونفلسيف اللي ديباسي 15 دقيقه يروح 30 دقيقه مثلا، ولا تتكرر عده مرات في اليوم. هذا هو النوع اللي لازم نتبعوه ونديروا له دي راديو ونديروا له لوجي ونخافوا منه اللي يقدر ياثر مع الوقت. في الختام ربما باش تختزلوا هذا الموضوع التوصيات والنصائح اللي يفيدوا بها المشاهدين. يعني اول حاجه لازم نعرفوا السبب تاع الحمى. ثاني حاجه السبب كي نقولوا السبب لازم استشاره الطبيب. ثاني حاجه ما لازمش يكون الهلع هذاك، يعني ينقصوا له الحوايج، يطولوا يشرب الماء باش ما يصراش التبخر ومن بعد يكون عندنا مشكل تاع الجفاف. ثاني حاجه لازم يمدوا له الدواء بطريقه منتظمه اللي هو الباراسيتامول لي زونتي انفلاماتوار دي كونسي، يعني ما نمدوش مشتقات تاع ايبوبروفان عند الطفل. يغسلوا له بالماء الدافي يعني ماشي بالماء البارد. احنا المشكل اللي عندنا يديروا له سوا دي بوش دو غلاس، يديروا له لا غلاس على كرشو كاع، وهذا راح ياثر على الطفل باسكو يقدر يقول ناس سكون ابل لو شوك تيرميك يزيد ياثر عليه بزاف. يدير له كمادات معليش بالماء الدافئ وين يجوزوا الشرايين تحت الابط بين الساقين بين الذراعين، ينقصوا له الحمى تاعو غير بالعقل ما يتقلقوش عليه، يديروا له لو باراسيتامول اللي لازم يعني المده تاع 6 سوايع
يعني لازم يديروا عليها، وبيان سور في المرحله الثانيه تكون استشاره الطبيب. واللي محظوظ يعرف دكتوره كاهنه يتصل بها مباشره. انا مهبلها في الليل دكتوره عبدي، ولا يتواصل معها من خلال صفحتها الخاصه على الفيسبوك. على الفيسبوك كابيني رايان بيدياتري. شكرا لك، نورتينا بحضورك في اطلانتيك، وحبينا كثير معالجتك لهذا الموضوع الذي يرهق الكثيرين. صح، نروحوا على فاصل. يلا فاصل حتى نستعرضوا باقي فقرات صباح الشروق لنهار اليوم. زاهو زهيرة الجزائرية سمعتوه في هذا الصباح، كنت طلبتوه حبيتوه بزاف على صباح الشروق، راكو سمعتوه. أرى الجيريان في هذا الصباح وأنا راني في الكوزينة، أرى الجيريان كذلك نخلط مع الشيف نادم يضرب وين أنا لاحقين. نعم، حنا لهنا الكيكة تاعنا غير خرجت لنا، خليناها بردت شوية. نقدر نبدا نحط؟ بيان سور. هذه 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 لطفي اللي عارف يديرها، ولكن معليش لطفي لطفي في بلاصه وحده اخرى دوك نكتشفوها مع بعض. ندير هكذا؟ نعم هكذا، نديروا لها الكلاصاج تاعنا، هذا الكلاصاج تاعنا اللي درنا فيه 100 غرام تاع شوكولا. ما ندوزش؟ هي وحده بدات خاطر على الكلاصاج هذا هو اللي يسيل وحده من كيتلو. صح، بدات زغده بدات تحبط وحده. ايه ودرنا فيه 100 غرام تاع شوكولا و100 غرام تاع كريمه طازجه. كي تخرج الكيكه تاعنا نديروا لها تبرد شويه باش تشد روحها، خاطر ما خليناش طيب بزاف باش الداخل كي نقسموها تجي شغل كيما نديروا ان فوندون. تري بيان. لازم تقعد ربي 15 دقيقة غير نشوفوا لاكوت الفوقانية نشفت لنا، صافي الكيكة تاعنا راهي جاهزة. خلوها تبرد ومن بعد ديموليوها نديكوريوها بيبي دو شوكولا ولا واحد الريحة يا شيف نديم. والله ما تقولش لطفي. يلا بالحديث على لطفي راح نشوفوه. راهو الآن في ركن ولا لاتولي الورشة ديالنا حتى نكتشفوا الخلطة الطبيعية اللي راح نشوفوها اليوم في صباح الشروق. شكرا لك صلاح، شكرا للشيف نديم. جيتام الجيريان راك تراضي. انا كنت حبيت اغنيه جيتام الجيريان من احب الاغاني اللي محبوبه ايضا في برنامجنا الصباحي للفنانه زاهو. نحبكم طريقتنا الجزائريه، وحتى الخلطات الطبيعيه عندها نكهه جزائريه متميزه بحضور اكيد الاخصائيه في الخلطات الطبيعيه اسماء اللي راح تعرفنا اليوم على مشكل يرهق الكثيرين، تشققات القدم ومشاكل اخرى بعد هذا الجينجل. اهلا وسهلا بالجميع. يخلي ذلك انت باش إذا نعود. مرحب بكل من ينضم والتحق بنا في هذا الصباح، واختار قناتنا الشروق العام وبرنامجنا الصباحي الخدماتي بامتياز صباح الشروق. تميزنا في كل فقراتنا وخدماتنا وحتى المواضيع اللي نفيد بها مشاهدينا بقدر بساطتها، بقدر ربما النصائح الكثيرة اللي نمدوها ونوفيوها. صباح الخير، اهلا وسهلا. اسماء لاباس؟ صباح الخير لاباس، الحمد لله. الحمد لله ربي يهنيك. مشكل يعاني منه بعض من الاشخاص، ما يعرفوش ربما، يجهلوا الاسباب ويجهلوا حتى طريقه التعامل معه. نعم، تشققات. اليوم جبت لنا خلطات طبيعيه خاصه بتشققات القدمين. فوالا، اليوم جبت لكم زوج خلطات. اوكي. خلطه طبيعيه بتشققات القدمين، والخلطه الثانيه بجفاف الايدي. خلطه خاصه بجفاف الايدي. نعم. اوكي. داكور، الوغ هنايا في بتشققات القدمين عندنا نعتمدوا على البصل. نعتمدوا على البصل، نعتمدوا على صابون زيت، صابون حجره. أوكي. ونعتمدوا على زيت الزيتون. هادو هما المقادير. فوالا، نروحوا نجيبوا نسكر هذا صابون زاير. فوالا، صابون حجره. فوالا زاير. دونك هو هاي لك نديروا نسكرتجو، لانه صابون زاير يختلف اللون تاعو، يجي يختلف. فوالا، شريته انا عند العشاب. اوكي. فوالا، ولكن نورمالمون صابون زاير يجي يجي بني احمر، يجي بيج. فوالا، دونك نديرو البصل. فوالا، نديرو البصل نسكرفجو. ايه، راح تدي الماء تاعو. فوالا، ندي الماء تاع البصل، صفيه البصل وتدي الماء تاع البصل. ندي غير الماء تاع البصل هكذا. ايه، بعد ما ندو الماء تاع البصل، إيه؟ واش نروحو نجيبو؟ صابون تسكرفجيه ولا كيفاش؟ فوالا، نسكرفج الصابون. إيه؟ فوالا، نسكرفج الصابون. ندير قيس مغرفة صابون. اوكي. باش نتحصل على اون بوماد كريمة. فوالا هكذا. ونخلطوه مع البصل، مع الماء تاع البصل. فوالا، ونخلطوه مع الماء تاع البصل. فوالا، بعد كي نتحصلوا على هكذا على كريمة، راح يذوب في الماء هذاك. راح يذوب في الماء. ما يرغونش؟ نو، لا ما يرغونش. هذه وصفة مولفة
مولفات ديالها ماما. تحية لكل جداتنا وامهاتنا، ونترحموا على ارواح كل من غادرنا من امهاتنا وامهات موتى المسلمين. فوالا حتى شوف حتى اللون يتبدل. صح فوالا حتى اللون يتبدل. ها ولا لون مايل للاصفرار. فوالا اللون مايل للاصفرار. ها بعد ما ندوبوه وشي ثاني بعد خطوة؟ ما ندوبوه الخطوه نديروا شويه زيت الزيتون، ماشي بزاف غير شويه. كي زدتي له زيت الزيتون نقدروا نخبيوه ونحتفظوا به صح؟ نعم اه نقدروا نحتفظوا به ونديروه مره في الاسبوع. مره في الاسبوع يجي على شكل كريمه هكذا. وشنو لهنايا كيفاش نديروها؟ كي نديروه في القدم. فوالا في القدم هكذا كي نديروه. واش نديرو؟ نديرو سيلوفان هذايا نغلفوه كامل القدم تاعنا ونلبسوا تقاشر الجوارب ونباتوا ليله كامله. غد من داك هذه وصفه مجربه وتم تلقى النتيجه. غد من داك يروحوا التشفيات وراحت رائحه البصل بالصابون راحت. مام حتى اللون وتبدل. تبدل اللون صح. مام الرغوه ما كاش لان درنا له الزيت. باش يغسلوه بالماء دافي ولا يمسحوه؟ نو غد من داك كي تنوض ليله كامله لازم تغسلوه بالماء نورمال ماشي دافي. فوالا والنتيجة من أول مرة. وكاين اللي عندهم هذوك التشققات غامقين تقدر ديروا المرأة هي اللي تعرف. ولا غد من داك شافت شوية تستعملوا حتى لثاني مرة. وما كانش أحسن من زيارة طبيب الجلد. فوالا يعني بطبيعة الحال. يعني العلاج الكلي والنهائي لهذا المشكلة، تبقى فقط الخلطات الطبيعية هي تدابير وقائية ربما تفيدنا في على السريع. فوالا. نروحوا للخلطة الثانية. فوالا. الخاصة بتشققات الأيدي. فوالا فوالا الخلطة الثانية الخاصة بتشققات الأيدي. هاي اللي كان راح تختلف المقادير كليا. راح تختلف المقادير كليا. هنا نسحقوا. هنا نسحقوا الشمح. إيه. نسكرفجو الشمعة ونزيدوا لها زيت الزيتون. اوكي دونك نديروا ربع مغارف الشمعه ندوبوها. إيه؟ الشمعه حتى تذوب. إيه؟ فوق النار. إيه؟ هاديه كي تذوب ربع مغارف شمعه مع زوج مغارف زيت الزيتون. إيه؟ ومن بعدك نتحصلوا على كريمه هاديه تدهن الايادي. فوالا تدهن الايادي دونك شغل كريمه تاع الايادي. كلي لافازلين. كلي لافازلين امي ماشي لافازلين ان فيها زيت الزيتون. زيت الزيتون فوالا دونك تنحي لنا الجفاف تاع الايادي. برافو عليك يعطيك الصحه وانت رطبتي لنا الجو. شكرا بحضورك صحة. اكيد وتواجدك معنا. اسماء ما زلنا احنا مكملين في الجمال لانه الاهتمام بالقدمين وبالايدي هو اهتمام ايضا بجمال البشره وعنايه بالبشره. راح نمر الى محطه اخرى. فاشن مان. قبل فاشن كوني اجمل. كوني اجمل. الموديل كوني اجمل بحضور موديل جميله. صح. اكيد راح تفيدكم ببعض التوصيات الخاصه بالجمال بعد هذا الجينجل. يلا جينجل ونعاودوا نرجعوا حتى نرحبوا بالضيفه المختصه في الموديل ديالنا يعني نهار اليوم. الاسبوع اللي فات لطفي لو تتذكر تكلمنا على البدله تاع الرجل الرسميه والامور هذيك. اليوم بحضور رضوان. صح كان حضوره لنا في عدد الاربعاء اللي فات. اليوم ندوزوا للجانب النسوي. رانا في فتره الانسان ما يعرفش واش يلبس فيها، ولكن حاضره معنا اليوم المختصه في الموضه مريم صحراوي. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. صباح النور نورتينا. يسلمك. شرف لي نكون معكم اليوم في ليميسيون. مرحبا بك. مريم اللي عندها كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكيد تعرفوا على هذا الوجه. صح. لانه ناشطه ومن المؤثرات في عالم الموضه. تفيد بطريقه بسيطه وطريقه عفويه كل سيده تبعها من خلال طريقه اختيار اللباس او حتى اللون بطريقه جميله. اليوم زادت لنا جمالا في بلاطو صباح الشروق. مرحبا بك نورتينا. يسلمك. شرف لي نكون حاضره معكم اليوم. مرحبا. المراه الجزائريه عندها خصوصيه في اللباس صح؟ وش هو اللي يميز المرأة الجزائرية؟ الشخصية تاعها في كيف تفرض روحها عن طريق اللباس تاعها، وخاصة كيف اللباس التقليدي كيف تقدمه كيف. صح. طيب انت مريم، هل من صغر كنت كما الفتيات الصغار اللي نشوفوهم يرسموا حاجات خاصة باللباس النسوي، ولا كي كبرتي حبيتي تدخلي لعالم الموضة؟
لا انا ملي كنت صغيره عندي حب لهذا المجال. كنت حاكمه ورقه الرسمي انت ماكيش مصممه؟ لا لا مانيش مصممه بصح كي كنت صغيره الحلم تاعي كنت نكون مصممه ازياء. ملي كنت صغيره كنت باسيوني دو مود شغل سي سا مون اونيفير كي تسقي حوايج جيمك اكزاكتومون نو اون فيت لو بيغ سي كو واش درت انا نحكي لكم بتيت انيكدوت اون فوا درت اون روب ان بارابلوي حكمت هذوك لي تروك تاع البارابلوي كنت ان كروب توب قطعته وخيطته جيتي جون اي بان سيتي هذيك لا بروميير كرياسيون تاعي قرديتيها السري باقيه لا لا راه هي ان فيت ماما رماتها انا كنت حاسس تقول لك راهي في ميوزي والله خبيتها خبيتها مليح في خزانتي زعما باش واحد ما يشوفها وكلش وجيتي تري كونتون دو موا باسكو جيتي جون و جافي دي جيتي بوكو امبيسيوز وكاع و سيتي مون ريف ان فيت ابري عطيتها لماما باش تخبيها لي ماما تقول لك سير ماي تاعك بلا حتى راه حققتي لو ريف تاعك انا non je suis en train de réaliser mon rêve j'ai plusieurs objectifs dans la vie je suis une personne bon comme c'est mentionné sur ma bio en fait je suis multipotentialiste عندي بزاف دي بون شون بزاف صوالح ما شاء الله قلت كيما دوكا راني صانعه محتوى في الموضه في الانستغرام ثاني عارضه ازياء وراني في المشوار تاعي ثاني في الاكتينغ في التمثيل جميل ما شاء الله دخلتي عالم التمثيل ايضا ان شاء الله وي أوفان درت عمل صغير مي دوكا درجة بدرجة والدراسة وين راهي واصلة هنايا؟ والمحلها في كلها بخصوصات أنا هذه العفسة اللي فيا أنا إنسانة كشغل ميم سي عندي لي باسيون تاعي عندي هوايات بزاف مي قرايتي جامي ما نخليها أنا توجور عندي هذاك الحب باش نقرا ماشي تاع باغ أوبليغاسيون كشغل واجب باش ندي أنا عندي هذاك الحب للقراية يعني نقرا ديجا اللغة الإنجليزية شوي أون إل 3 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والانجليزيه اكيد راح تفتح لك الافاق صح لكل المجالات في المجالات الانجليزيه تزيد ان شاء الله فورماسيون نزيد نطور من روحي انسان تبداي تنشطي اون انجلي نبدا نشوفك في الصحه تاعك سوتي تراس من الحوسو راح صعبين لهم الامور ميم الاسبانيول ما شاء الله ما شاء الله نحب اللغات ان فيت انا انسانه نحب نشوف شغل برونشي في شاك دومين علاش نحب ندي منه شويه شويه الله يبارك والمعلومات اللي تفيدي بهم السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الموضه منين تجيبيهم اخر صيحات الموضه موضه الالوان القصات تاع القماش كيفاش يكونوا جسم وشكل المراه ايضا كنت تبعت كذا المواسم كذلك تعرفهم ايضا المواسم كثير كبير ديجا لا مورفولوجي تاع التناسق تاع الالوان سي فوزافي رماركي ثاني في لو كونتوني تاعي نهضر بزاف على تناسق الالوان نهضر على لي ستيل ديفيرون باسكو ديجا نحب نبدا ديجا لي نوسيون لا باز تاع لا مود هذا الشيء شفتو بلي خاص في الجزائر ما كانش كاين بزاف وكيما باش نرجع للسؤال تاعك انا ملي كنت صغيره كبرت على لي زيميسيون دو مود نتبع هذيك اسمو تاع كريستينا كورتولا تبعت بليزيغ زيميسيون ثقفتي روحك اكزاكتومون وديت شغل معلومات لا باس كامل ملي كنت صغيره وزيد بلا هذيك شغل كي نشوف روحي نعرف عندي داك لوي ستيليستيك كومون دي كي نشوف نعرف واش يوالي مني نعرف لي كولور اللي يوالمو وزيد بيان سور واش يوالمك انت ولا واش يوالم السيدات لا واش يوالي مني انا بخي كي باغ اكزومبل ما مير ولا مي سور هكذا نكونسييهم باسكو كي نشوف واش اللي يخرج عليهم ميم حنا مختلفين باسكو كل انسان يختلف على الاخر وعلاه حبيت نهضر على لي ستيل حبيت نمد لي نوسيون هادوما تاع لا مود باسكو سي با كان ستيل هو وسيله للتعبير تاع الانسان باش يعبر به على شخصيته على الذوق تاعو على سون كاركتر الناس بزاف يقول لك كاين بزاف يقول لك كاين غير ستيل كلاسيك سبورتيف alors que non il y en a plusieurs اي ماشي مجرد ستيل قلت لك بلي يعبر بزاف على الشخصيه هو يتكلم هي لغه سيميولوجيا اكزاكتو كي نشوفوا نفهموا رسائل من خلال اللباس صح اكزاكتومون كل هذه طريقه الانسان اللي يتكلم بها على نفسه كي نشوفوا نعرف هاد الكاركتر تاعو كيفاه داير وتعبر على ميزات الشخص ثاني اكزاكتومون كي ما تكونيش مليحه ومزاجك يكون معكر واش هو واش هو اللباس واللون اللي تلبسيه بالك بلا ما تفكري انا عندي لون مفضل هو الاكحل الاسود الاسود ميم سي نحب بزاف لي كولور مي كوم كي كنت زعما انيرفي ولا ما نخممش واش نلبس شو با لو جور لي زعما ندير توتال لوك نوار خاطر شي يتناسب مع كلش لا لا يتناسق مع كلش بصح هو يعبر على الحزن لكن في نفس الوقت يعبر على الاناقه صح
سي كلاس اسود اسود سي كلاس اكزاكتومون وي تلبس مع كلش انا فاش يسالني تلبس مع كلش اسهل لون ربما ماشي مشكل لازم يكون في خزانه كل شخص سواء رجل ولا امراه اللون الاسود لانه هو حل للمشاكل ماشي كاع ما يديرش صعوبات شغل ايفورتليس لوك صح مريم حبيت نرجع لواحد النقطه وقتاش نقولوا انه هذا الشيء موضه الموسم هل لما يلبسوه ناس بزاف ولا لما نشوفوه في حاجه نقولوا او شباب ولا هذا يتحكم في موضه في المو ايوا هاو سؤال هادي سي اون تري بون كيستيون ان فيت سي لي ستار كي لونس هادو مال لي توندونس كي نبداو نشوفو في لي ديفيلي دو مود انفا سي لي كرياتور دو مود ومن بعد يبداو يلبسوهم لي ستار اي كوم عندهم بوكو دو فان لي جون يتبعوهم كلش يبداو هادوك الموضه تنتشر بدات الموضه تنتشر ومناش تبدا تبدا من لي كرياتور دو مود تقدر تبدا من عندك من عند المؤثرين قادره وي والناس تختلف كاين اللي يتبع الموضه وكاين اللي يخلق الموضه صح ماشي شرط يكون نجم ولكن نهار زعما ينوض صباح يقول هذه ما تخرج ولكن نسيها فتلقاه يخرج بشيء مختلف للشارع ويعجب الناس هذه هذا لوكا تاعي اون فيت نتبع لي توندونس ماشي ما نتبعش بصح نشوف انا كما قلت لك نعبر على روحي في قدر المستطاع نعبر على روحي عن طريق اللباس تبعديش على شخصيتك اكزاكتومون كما قلت لك هو اللغه اللي ما تربيش على شخصيتك اكزاكتومون بالنسبه لك تبعي اكيد نجوم الفن نجوم الموضه وتبعي لا توندونس اخر صيحه الموضه وقتاش تقدر انت تعارضي الموضه وموجه الموضه وتختلفي معها وي كاين دي فوا كاين دي كرياسيون تاع سيغتان كرياتور دو مود enfin très connu sans citer de nom qui sont un peu dans l'extravagance même si je suis une personne les bzaf je suis un peu dans l'extravagance ça كاين عفسات شغل ما تقدرش تخرج بها لا حدود كاين جرأة لكن في حدود لا انا جريئه انسانه بزاف ديجا باش pour oser mettre des couleurs هكذاك تنوع فيهم ودي فوا يا دي ديكوب ان بو ديفيرونت لازم تكون عندك جرأة اكزاكتومون ابري كيما قلت لك شغل كاين صوالح اللي شويه ما يتلبسوش شغل شويه ما يدخلوش في العقل بالنظر للمجتمع الجزائري ولا بالنظر ليك انت ك ك لا بالنظر ليا بالنظر ليا انا ما عنديش مشكل مع اللباس ما عنديش زعما قيود ولا لكن الجزائر المجتمع الجزائري فيه تحفظات وفيه بعض الخطوط اللي ما لازمش يتعداها انت كيفاش تتماشي مع خصوصيه المراه الجزائريه ومع خط الموضه العالمي اللي ديتيه واستوحيتيه من عند مدارس عالميه كيفاش اون فيت انا نعتبرش روحي بزاف امراه تقليديه بزاف ماشي عندي بزاف ميول تراديسيونال اكزاكتومون بصح ما نشوفش روحي كامراه تقليديه بزاف انا امراه عصريه نمشي على حسب كما قلت لك واش راهو يصرا دوكا مع لي توندونس اكطوال دونك فوالا ما نشوفش روحي كامل امراه تقليديه والوقت اللي رانا فيه الان مش حاب تتعمق في هذه الفكره التقليديه تفضل مش حاب تخلق شويه جدل تفضل 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 تثير جبهه تفضل راهي لكم مواقع التواصل الاجتماعي درك راهم يترصدوا صح مواضيع اللي تخص الهويه الجزائريه اللي تخص خصوصيه المراه الجزائريه والتقاليد والعادات والانتماء تاعنا الشيء اللي ميزنا عن باقي الدول ربما تعتبر بعض الخطوط اللي ما لازمش يتعداها الشخص صح اكزاكتومون فوالا خصوصا المؤثرين ما لقيتيش مشاكل ما لقيتيش انتقادات صح الانتقادات تكون كاين انتقاد بناء وكاين الانتقادات ديستركتيف كومون بصح انا لهاد الانتقادات ما تاثرش فيا باسكو نعرف روحي نعرف قيمتي وعبالي بلي واش راني ندير في عفسه نقيه ونعرف وين نحط رجليا ثاني كيما باش نريبوند على لا كيسيون تاعك انا في اللباس تاعي يعني نشوف بلي نلبس كاي امراه جزائريه عصريه ولكن كما قلت لك ما تعداش عندي جرأة بصح ما تعداش واحد الحدود شغل سي كلاس سي با فولغير هذه هي النقطه اللي حبيت نوصل لها مقبله باش نريبوند على لا كيسيون تاعك اذا كتب ربي وكنتي معنا في برنامج صباح الشروق فرضا وكانت عندك فقره الموضه انت تقدميها وش هي الخطوط العريضه والرئيسه اللي راح تعتمديها باش تفيدي بها من خلالها المراه اللي تابع برنامجنا الصباحي صباح الشروق احنا اللي يهمنا اكثر شيء هو المراه بالاخص المراه الماكثه في البيت اللي تحب انه تواكب الموضه وتعرف كل ما هو جديد في عالم الموضه صح نبدا لهم كما قلت لك بلا نوسيون لي باز تاع لا مود
لا مورفولوجي تاعهم كيف يعرفوها لي كولور كيف يديروا لهم التناسق تاعهم لي ستيل تاعهم نعطي لهم شغل درجه بدرجه باش هكا يعرفوا مليح يفهموا هذاك لو ستيل يفهموا روحهم واش هما واش حابين واش عندهم ميول تاعهم لكل ستيل يعرفوا شخصيه تاعهم يكتشفوا روحهم عن طريق الستيل تاعهم وتعلميهم كيفاش تعطيهم بعض الضوابط كيفاش تقدر تكون سيده انيقه وهي داخل البيت صح وبعض الاشياء بسيطه ربما بيتيه بسيطه تقدر تخلق الاناقه ديالها طيب الوقت اللي رانا فيه ما بالنا شي شتاء ولا صيف ولا صباح سخان وماشي برد ربي يجعل الخير صح ان شاء الله امطار خير تجي لنا في القريب العاجل وانه في اضطراب جوي راح يحل على بعض منطقه امسيه اليوم طيب الوقت اللي رانا فيه الان الموضه اللي راهي مناسبه هذا الحال اللي رانا فيه الان شنو هي جوستمون غادي سي اون تري بون كيسيون اوسي راهي الخريف وانا شفت اللي لابسه باسكو سخانه وبزاف سخون الحال كاين بزاف كاين دي كولور راهم اون توندونس اللي ما يجيكش في مخك اون بارلون دو سا صح كيما باغ اكزومبل اورانج لو فير لو بلو سي دي كولور اللي اون ا لابيتود دو لي فوار بزاف في الصيف دوكا تقلبت الحكايه دوكا ولينا نشوفوهم بزاف يتلبسوا في الخريف في الشتاء وكونسيرنون لبسه الواحد يمشي على حسب الحال ماشي مع خريف لازم تلبس خريف اذا كانت حال سخون واش نوع السترات الخريفيه النسائيه اللي تنصحي بها لي فيست يكونوا خفاف ميلون دومي مون جيلي خفيف لون ان فات كاين لي بلازير اوفر سايز راهم بزاف توندونس دوكا رجعت لا مود تاع لي 70s ثاني راهي تري تري توندونس كاين كيما قلت لك لي كولور كيما لو فير لو بلو لو روج لو اورانج لو روز فوشيا ثاني شغل هادو ما سي دي كولور اللي كتقولوا عاد تلبسوهم في الخريف في الشتاء وي نلبسوهم في الخريف في الشتاء يفو جو سافوار هذيك لوداس باش باسكو لا مود اكزاكتومون الجراه باسكو دو لا مود يفو اوزي هاد العفسه اللي لازم يفهموها الناس باسكو كاين بزاف كي هضرت لي مقبلات قلت لي بلي اسكو تخلقي الموضه ولا يتبعوا كاين بزاف ناس يتبعوا مالوغوزمون اي سي بور سا اللي كيشوفوا واحد مختلف عليهم يقول لك شو سي بيزار الوغ كو هذيك لا بيرسون هي فريمون متبعه لا مود وهي تتبع غير في لي بيرسون جو عارفه لبست وحده لبستها لبست شوميز سي بون والمود صح لي يقول لك كل واش يعجبك ولبس واش يعجبك صح اكزاكتومون والمود الرجالي ربما عندك فكره تفضل تفضل سامحني نكملوا في سؤالك بعد نروحوا لسؤالي اذا كان انت تتقيدي بهذه المقوله تلبسي واش يعجبك انت تاكلي واش يعجبك انت وتلبسي واش يعجب الناس ولا العكس تلبسي واش يعجبك انت وتخلي الناس يحبوها هذه صعيبة هذه عجبتني بزاف ثاني هذه باسكو هذه تعبر عليا بزاف تعبر عليا انا على طريقة التفكير تاعي جميل انا لا دوزيام نلبس واش يساعدني انايا ونخلي الناس اللي يتماشوا على اوكي رجع سؤال عندك ربما اهتمام ولا افكار على المود الرجالية وي باسكو هذه ثاني باسكو على في لو كونتوني تاعي انايا ما جو فيس با كو لي فام Le contenu taille, il est destiné aux femmes et aux hommes également. Rajal Abdou Nassib. Exactement. Et Rajal Abdou Nassib. كريم سمسا بعد هذا يوسف اسمح يزعف عليك في محطة لي في محطة فاشن مان بعد هذا الجينجل تفضلوا صباح الخير عليكم مشاهدينا متابعين برنامجنا صباح الشروق كالعادة فقرة فاشن مان عاودت لكم بموضوع جديد فقرة فاشن مان هي عنوان للموضة وتعريف للأناقة العصرية اليوم جينا نحكي لكم على لي فيست ولي جيلي اللي راهم طماص في فصل الخريف تكتشفوا عنوانهم وكيفاش نلبسوهم ومع من نلبسوهم ومتى نلبسوهم يلا كل هذا نكتشفوه داخل المحل مع علاء فوالا كيما كتشوفوا مشاهدينا الكرام لي جيلي هادو اللي راهم دايرين توندونس في فصل الخريف تلقاهم في كاع لي كولير وفي كاع لي موديل بيان سور علاش راهم دايرين توندونس لانهم خفاف الحال مازال ما بردش كاريمون ومازالوا سخون يعني مازال نهار يجوز عليه الشمس وفي الليل كاين شويه برد دونك اوتوماتيكمون لازمنا دي جيلي هكا مع لا شوميز اللي تقدر تلبسهم في كاع لا سيزون تاع الخريف كيما راكم تشوفوا تكزيستي في كاع لي كولير
فوالا كما كتشوفوا هذا في لو نوار من قبل كان في الكري اكزيستي ثاني في الكري سوري وكري فرونسي دونك فيه كاع لي كولور يطيحوا مع كاع لي شوميز كما راكم تشوفوا تقدر تلبسوا شوميز كي تكون رايح للخدمه كي تكون رايح عندك ميتينغ عندك لقاء عمل عندك عمل تقدر تروح به لكل مكان يعني تجوز به لا جورني تاعك وخفيف بزاف سانسيرمون تحس روحك شغل ماكش لابس وما تقدرش تعرق بزاف يعني تجوز راحت اليوم كل ما كاش غير هذا كاين بليزير موديل اللي حزيدو تشوفوه معنا يلا فوالا كيما شفتوا مشاهدينا الكرام هادو سي دي فاست تاع دي كلوب امريكان اللي راهم دايرين حاله في الثلاث سنوات الاخيره هم فريمون توندونس والشباب الجزائري كثير يحبهم هادو يتلبسوا في فصل الخريف او بدايه في فصل الرابع لانه الحراره تكون بدات تبدا كيما الان الحراره بدات في النقصان البرد شويه الان كثير من الشباب يحبوا يلبسوهم فريمون صافي ان ستيل مي صافي ان ستيل سبورتيف يعني كل حاجه عندها علاقه رياضيه يعني ما يقدروش يتلبسوا مع كلاسيك ولا دي شوميز ولا يعني يتلبسوا رياضي تقدر تزيد لهم ان كاسكيت وتكون رياضي وتجوز بهم ان ويكند شباب يعني صراحه حاجه بزاف شابه وانا كثير تعجبني وعندي صافي 3 سنوات وراني دخلت الجزائر عندها طوندونس وانا نلبس فيهم دونك كثير من الشباب نيزيتي وش يلبسوهم سي جوست يقدروا يلبسوهم اوفر سايز يعني مفتوحه طاي كبيره ما عندكش طاي بريسيز وتلبس تحتها تيشيرت فوالا كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام لحقنا الى اخر من فقره فاشن مان اللي كتشوفوا فيها هي تعريف للموضه وعنوان للاناقه العصريه كما شفتوا معنا اليوم شفنا لي جيلي ولي الفاست اللي راهم طوندونس رياضيه يعني تقدروا تشوفوا اشاك فما معنا نوع ولا موديل جديد اللي راهو طوندونس في 2022 هذا نخليكم مع نوع جديد في الفقره القادمه يلا سلام خاصة فصل الخريف كما كنت وانا ايضا شميز تقدروا تلبسوها شوف راك دير اشهار وشك لابس لا شميز هاك خلينا نخرجوا اشهار ونهضروا على وشك لابس كاين فاصل كاين اشهار يلا بعد الفاصل نلتقي تفضلوا رجعنا لكم من جديد مشاهدينا نعود نرحب بكل من ينضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق العامة برنامج الصباحي صباح شروق في فصل الخريف لازم نضع الفكر فيه تفضل فصل الخريف كما قلت قال لكم كريم سمشا من خلال التقرير منذ قليل بزاف ناس يصعب عليهم اختيار نوع اللباس تقدروا شميز خفيف تي شيرت وراكو لبستو دفيتوا روحكم لازم تلبسوا مليح لانه في هذا الموسم صح. تكثر الانفلونزا ويكثر المشاكل الصحيه والمشاكل الصحيه لازم نقاوموها بتقويه المناعه وتناول الغذاء الصحي السليم وبالاخص الخضار الموسميه ترفاس بطاطا ترفاس هي من الخضار التي أنعم بها الله عز وجل علينا متوفرة في الجزائر طيلة المواسم كل المواسم صح؟ هي بزاف في موسم الخريف في فصل الخريف فصل الخريف نعم هذا المنتوج كما راكم تشوفوا يعني تقريبا كل الأطباق والله تشبه الدوارة البكبوكة أعطوني الصورة قربوها لي يلا تبع فاروق والله تبع البكبوكة شوف قولوا لي برك قولوا لي طراش والريحه تشبه ولا ما يهضر على الرائحه وهذه الحبه تاع الفول يتبان الريه ولا الكبده ما شاء الله ما شاء الله اذا كيما راكم تشوفوا واش راك واش تقول زهور قولوا لي ما نقولكش احسن قالت لك قالت لك شاهدنا شاهدك في الجنه ان شاء الله يا رب شاهدك بالجنه برك راه عندي مشكل اليوم في الصوت صح اذا على السريع نذكروا برك الاطباق وش هي المقبله درنا الترفاس درناها على شكل طبيخه اللي درناها بالفول إيه؟ والحشيش عندنا لهنا كانت اللي قدمناها على شكل صوص بلونش هنا درناها من الفلفل الكحل والقرفه بالدجاج والحميصه وهنا درنا كيكه بالشوكولا اللي تجي على شكل فوندون اللي كي طابت لهنا درناها ان غاناج وشوكولا دوك انا نسكرفدوا لها الشوكولا اللي قعدناها بتي مورسو باش ندير لها التزيين ديالها اوكي نعم. وشي اللي زين بلاطو صباح شروق هو الضيوف الضيوف ديالنا صح. صح صلاح طبعا طبعا واليوم نحظى بشرف استضافه ضيفنا لنا اليوم حتى نتكلموا على موعد اللي راهو جاي بعد ايام فقط يوم 20 نوفمبر ولكن هذا الموعد راح يكون يوم السبت للحديث على هذا الموضوع يحضر معنا السيد جمال الدين عفير اللي هو مدير ديوان مؤسسات الشباب لولايه
الجزائر العاصمة. مرحبا صباح الخير. صباح الخير نورتنا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وفتحتوا لنا المجال باش مرحبا نقدموا المعلومة للمواطنين. احنا انا مدير ديوان مؤسسة الشباب لولاية الجزائر الذي يشرف على المؤسسة الشبانية. جميل. يعني اللي هي تحت غطاء مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر. جينا اليوم يعني باش نعرفوا على البرنامج الذي سيقام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل اللي راح يواكب يوم 20 نوفمبر، لكن انتم الفعاليه راح تكون يوم السبت. لماذا اخترنا يوم السبت؟ لان يوم السبت يوم عطله أطفال، والفائده راح تكون للاطفال يعني اللي راح يتقدموا والاولياء اللي رافقوهم. يعني هذه الاختيار ما كانش هكذاك، يعني جا يعني حاجه مدروس صح. الا تكلموا على نبذه خفيفه برك على الاتفاقيه حقوق الطفل التي أبرمت التي صادق عليها الجمعيه صادقت عليها الجمعيه العامه للامم المتحده في سنه 1989 في 20 نوفمبر سنه 1989 هذه الاتفاقيه كانت حدث بارز في اطار حقوق الانسان ومشت فيها البلدان صادقت عليها، والجزائر كانت من أوائل البلدان التي صادقت عليها في سنة 1992، يعني منذ ما يقارب 30 سنة، أين كيفت كل التشريعات يعني تبعا لاتفاقية حقوق الطفل العالمية. صح. طيب بالنسبة لمديرية الشباب والرياضة والترفيه وديوان مؤسسات الشباب لولاية الجزائر اللي نظم هذه التظاهرة، راح تكون مجرد يوم للترفيه يرفع من خلاله الطفل، ولا يكون يوم توعوي يتعرف من خلاله الطفل عن حقوقه بما صح. أنه خاص يوم عالمي خاص بحقوق الطفل. صح. أوكي. جميل. مجالات وين يكونوا فضاءات من بين الفضاءات كاين فضاءات اللي راح يعرفوا كاين فضاء اللي راح يشرف عليه الاخصائيين الثانيين تاع تابعين للمؤسسات الشبانيه على مستوى الجزائر. راح يكون فيه معارض ويكون فيه يعني نقدموا نشاطات لا النشاطات يمشيوا مع هذا كل واحد عنده الفضاء الاول والبارز اللي هو التعريف بحق الحقوق اللي يستفاد منها الطفل. والحقوق هي معروفه مذكوره في الاتفاقيه، حق العيش الكريم، حق الحريه، حق التعليم، حق الرعايه الصحيه، الحق في عدم التجنيد في الحروب. يعني كان حقوق دنيا اكدتها هذه الاتفاقيه، فما بعدها ما ياتي بعدها فهو اجتهاد اللاعب ايضا من حق اللاعب الترفيه اللي هو من اهم قطاع الشباب والرياضه. والشعار جميل جدا لانه يسلط كل الضوء على الحق لكل طفل، كل حق. اخترنا هذا الشعار لانه كل حق. لم نحدد الحقوق. اضافه على الحقوق التي ابرزت في الاتفاقيه الدوليه، احنا زدنا قلنا نفتحوا له كل الحقوق لانه هو اساس المجتمع. اذا كوننا طفل راح نكونوا شاب وراح نكونوا رجل مستقبل. لكل طفل كل حق، ليس كل طفل راح يستفاد ويستمتع بهذا العرض لانه راح يخص منطقه الابيار. نعم. ولاية الجزائر يوم السبت 19 نوفمبر بالقاعة المتعددة الرياضات الأبيض ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء بمشاركة المؤسسات الشبانية والرابطة والجمعية الجمعيات. كيفاش تم اختيار الشركاء من رابطات وجمعيات؟ احنا اخترنا على حسب النشاط اللي راح يقدموه. اننا عندك تشابه في عدة نشاطات على مستوى الولاية. لو كان نجيبوا كامل الولاية ما استوعبناش القاعة. إذا اخترنا كان اختيار مدروس. كل جمعية أو رابطة أو مؤسسة شبانية ستقدم نشاط معين من النشاطات، نشاط السربان، نشاط المسرح، نشاط الرسم، نشاط الأشغال اليدوية، نشاط الصحفي الصغير. اللي هو نشاط اللي عندنا عامين من اللي درنا التكوين في هذا الإطار بديناه والحمد لله نجح. كان عنده إقبال كبير من طرف الأطفال وإن شاء الله راح تلقاوهم تما في هما يديروا كما راكم ديروا. كونهم صحفيين صغار. كاين عندنا واحد الإطار معنا في المديرية كان عنده يعني موهبة في هذا الميدان واستعان بعدة صحفيين. أوكي. وبدينا درنا تكوينات للمؤطرين والحمد لله
العملية مشات على مستوى ولاية الجزائر وعلى مستوى الوطن. فهذا يعني في قبل الصائفة الأخيرة كان توجهوا للولاية مستغانم وولاية سكيكدا وولاية عنابة وكونوا باش يكون يعني هذا الموضوع وهذا النشاط مع الأول بدا مع الأول بداش يعني بدا صغير دوكا بدا فكرة ودوك يعني حقيقة ما شاء الله نوجدوا لكم من الماتيار تما باش جميل أكيد راح نكون حاضرين هذا اليوم. نذكر فقط المشاهدين تفضل أنه راح يكون هذا الاحتفال يوم السبت 19 نوفمبر بقاعة متعدد الرياضات الأبيار ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. شكرا لك سيد جمال الدين عسير مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية الجزائر على تلبية الدعوة، ونتمنى لكم كل التوفيق وأكيد أنه كاميرا صباح الشروق إن شاء الله راح تكون حاضرة لتغطية الحدث. صح احنا مكملين في استعراض فقراتنا تقريبا الرؤية لنطلبوا من خلالهم الرؤية ونعطوها بعد يتماشى وكل الفعاليات صح. والأحداث اللي تعيشها الجزائر. الجنوب الجزائري أيضا عنده نصيب كبير في احتضان كل ما هو طبعا. فعاليات جزائرية أصيلة تهتم باللباس التقليدي الجزائري. ما انتقد تيميمون على موعد بي تيميمون فاشن داي، هذا اللقاء اللي صار عادة انطلقت السنة الماضية وهي في طبعتها الثانية، راح نفوتوا في تفاصيلها بحضور ضيفة مكلفة بالاتصال لهذا الحدث، لكن بعد الفاصل تفضلوا. الفرقة العريقة صح تيكوباوين جوين دي ريزوليوشن على طريقة ترقية مع تيكوباوين، الفرقة المحبوبة جدا وكانت حضرت لنا في صباح الشروق وكانت حاضرة في صباح الشروق وراح تكون حاضرة في تيميمون فاشن داي. الحدث اللي راح تحتضن منطقة تيميمون ينطلق يوم 7 يستمر إلى غاية على مدار 3 أيام 7 8 9 من 8 صباح النور. انا بديت بمقدمه الثالث فيها لكن راهي تصحح لي المكلفه بالاتصال للتظاهره. نرحبوا بها مع بعض السيده ساره بهلول. مرحبا بك، مرحبا بك نورتينا. الله يسلمك، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا. تيميمون فاشن داي في طبعته الثانيه ان شاء الله اللي راح ينطلق يوم ينطلق من يوم 8 الى يوم 11. الايفينمون يكون ان شاء الله اليوم 10. اوكي جميل، أنا تكون حاضرة معنا. أكيد لأنه كان سبق لي كان عندي الشرف أني قدمت الطبعة الأولى وإن شاء الله راح نكون معهم في الطبعة الثانية. الثانية إن شاء الله حتكون قلت لك من 8 إلى 11. لوديس هو النهار اللي حنديروا فيه ليفينمون من 8 ل 11 على بالك بلي كاين دي شوتينغ نديروهم في الصحراء الله الله كما يقولوا في الرمال، كاين دي سورتي إن شاء الله باسكو الوصول تاعنا يكون لو 8 عندنا لو 9 لو 10 ان شاء الله ليفينمون. حيكونوا معنا ضيوف شرف ضيوف شرف، كاين فنانين كاين صحفيين سفارات ايضا كاين سفارات، كاين سفاره البرازيل راهي حاضره معنا، كاين المعهد الايطالي الثقافي الايطالي حيكون حاضر معنا وتكون معه فرقه موسيقيه مع فرقه من تيمون جايه من ايطاليا جايه من مهرجان ايطاليا. مهرجان هو ما راهوش ما نقدروش نستعملوا لو مو مهرجان بصح ان شاء الله نسعاو باش يولي مهرجان لماله. الشيء الجميل انه دل المرافقه الرسميه والرعايه لوزاره الثقافه لأنه هذا الحدث مهم جدا يروج لثقافة هذا البلد الحبيب ويروج للباس التقليدي الجزائري وحتى للأكلات التقليدية. باش نحطه في الصورة المشاهدين الناس اللي عندهم فضول حابين يتعرفوا عن قرب عن هذا عن هذه الأيام تيميمون فاشن داي نشوفوا مع بعض هذا البرومو الترويجي للفعالية. تيميمون فاشن داي في طبعته الثانية اللي تحتضن منطقة تيميمون. إذا شكون هما اللي أكدوا حضورهم ولا شحال عدد المصممين اللي راح يكونوا مشاركين في هذا الفعالية؟ عندنا من مختلف ربوع الوطن، عندنا من تلمسان، عندنا من بليدة، عندنا من الجزائر العاصمة، عندنا من الصحراء اللي يكون حاضر لباس تيميموني. جميل. عندنا من تيزي وزو لباس القبائلي. عندنا من تلمسان شدة تلمسان. كل مناطق الوطن راح تكون في تيميمون. إن شاء الله إحنا نسعاو لترويج نقولوا السياحة الصحراوية أو ميم طون لا توني تراديسيونيل تاعنا حافظوا عليها. وهي نقطة لطفية، لو تتذكر الأسبوع اللي فات لما تكلمنا عن انطلاق الموسم السياحة الصحراوية كنا تكلمنا على هذه النقطة لازم السياحة تتماشى مع المهرجانات صح الفعاليات الثقافية الفعاليات الثقافية والفنية صح فهذه مناسبة ربما للترويج ونهوض
من جديد بالسياحه الصحراويه. وباش نعرفوا بالبنيه اللي تركب السياحه الجزائريه مثل من الفنادق وغيرها. صح. فندق غولارال تابع لمجمع سياحه حمامات معدنيه وفندقه اشتيتي. نشكرهم بزاف لانه المدير العام كما يقول لك وقف معنا صرح لنا باش اللوتيل الفضاء. اعطانا الفضاء يعني لانه المنتج دار كما يقولوا من الماله الخاص. فوالا يعني لكن في مرافقه ورعايه من وزاره الثقافه. اكيد نحكيوا على ضيوف الجزائر اللي يكونوا حاضرين من سفارات وغيرها. عندنا شوف عندنا سفاره البرازيليه ان شاء الله تكون حاضره، عندنا السفاره التركيه اللي حيكونوا حاضرين باللباس التقليدي التركي يعني عرض ازياء للباس التقليدي التركي، عندنا قلنا معهد الايطالي الثقافي الايطالي، وعندنا بعض الوجوه الجزائريه ان شاء الله اللي حتكون حاضره. يعني احنا لبينا الدعوه ولي جا مرحبا كما يقولوا. مدينا الدعوه مدينا لهم الدعوه لبينا مدينا والاكل التقليدي اكيد راح يكون حاضر ضمن كل الانشطه اللي قولي اليوم تاع الاكل باش نجي هذاك النهار ونروح راح يكون اليوم ليمون. صح فوالا حنقولها سيلومو اللي حنقولها له. استمتع يعني متعه عندهم واحد الزخم في الفن والثقافة. صح. والموروث الثقافي اللي عندهم والأكلات الشعبية الأصيلة يعني والترحيب وترحيب ناسها. صح ناسها فوالا الترحيب. أنا من بين المناطق اللي زرتها في الجزائر يعني ما شاء الله منطقة ميمون بالك شاطرني في الرأي يعني. منطقة رائعة ومع يعني حتى الأكلات التقليدية فوالا لي ديفي لي تسمى لي توني تراديسيونيل حيزيدوا يمدوا هذاك الكوتي تاع الرمال حتبدلها اون توش فريمون مانيفيك. صح ان شاء الله نكونوا كما يقول لك عند المستوى مفتوحه للجميع باش يكونوا حاضرين في هذا جميل. في هذا الحدث الثقافي السياحي خصوصا مع سياسه الدوله التي تعتمد كثيرا على السياحه الصحراويه. وفي هذا الموسم بزاف ناس يحبوا زياره الصحراء في فصل الخريف. صح. وفي شهر ديسمبر فوالا شهر ديسمبر عندك حتى الشهر المحص الصحراء هذا هو وقتها كما يقولوا. كي نتكلموا على نجاح الطبعه الاولى ربما الطبعه الثانيه نستناو منها الكثير ربما ان شاء الله. توعدينا بهذا الشيء انه الطبعه الثانيه راح تكون مختلفه افضل احسن. يعني شوف كما نقول لك المثال كل ما دير حاجه لازم نزيدوا فيها حاجات طبعاً. لانه لو كان ما كانتش الطبعه الاولى ناجحه ما تكونش طبعه ثانيه. صح. وان شاء الله تكون ثالثه والرابعه واللي ما لا مهرجان. وربما راح تكون حاضره سيده وزيره الثقافه الوزيره لانه اكدت راح تكون حاضره في هذا الحدث وقدمت ايضا الرعايه قلت نظرا لاهميه هذه الايام التي تهتم باللباس التقليدي الجزائري وبالسياحه الصحراويه بالاخص منطقه تيميمون التي تكثر فيها الزوايا تكثر فيها أيضا المعالم التاريخية فيها السياحة الدينية سياحة أيضا الأثرية ودور كبير تقوم به المرأة الجزائرية من خلال محافظتها أو حفاظها على اللباس. صح. التقليدي بفضل الصناع أو الحرفيين والمصممي الأزياء الذين يجتهدون كثيرا من أجل ترويج لثقافة بلدنا الجزائر. شكرا لك على حضورك. أعطيكم صحة. برافو على المبادرة. شكرا نورتينا بحضورك في اتلانتيك. ونلتقي إن شاء الله في تيميمون لحضور أيام فاشن داي أو أيام الموضة بتيميمون التي ستنطلق يوم 8 من شهر ديسمبر تستمر إلى غاية 11. ان شاء الله سي لو غوتور. يلا انت عرفتينا تيميمون حاضر في تيميمون. نعم. قبل ما تعرضينا تيميمون نعرضوا حنا المطبخ سبع شهور باش تذوقي. تفضلي معنا. تفضلي معنا. يعطيكم الصحة. تفضلي معنا المطبخ عند الشيف نديم. لحقنا لختام حلقة اليوم من برنامجنا الصباحي صباح جس بساعة. صح ما حسيت لهاش اليوم عادة تاعنا اليوم. تشرفت بمقاسمتي لتقديم هذا البرنامج معك. شرف لي دائما. تفضلي سيدتي. الله يسلمك. تفضلي نورتينا. الله يسلمك يعطيك الصحة. علاش؟ لا لازم لا غذاء صحي يعني بطاطا ترفاس داكوغ موافة تاكليها ولا لا؟ والله ماشي ما نحبهاش بزاف. راح تحبيها اليوم ندوقوها بأيادي شيف نديم راح تحبيها ان شاء الله. اذا حضرنا اليوم بطاطا ترفاس بطرق مختلفة. عندنا الطبيخة بطريقته وعندنا ايضا كباب تلفاز. صح كباب وهذه بالفول نو؟ نعم بالفول. صح على شكل طبيخة لا لا هي تجي هكذا بالفول باسكو طيبتها ديجا تجي بالفول. صح ولا تشوفيها هكذا ما تبانش دوارة
زبالك شبك بوكا تشاهد الدوارة شاهد الدوارة مطلع بيت الدوق على بالك ايه لازم برك خلي الكيكة هذيك انا ضب راسي معها خليني هاي هاي منا انا ضب لها تفضلي سيداتي منا تدوقي من ما شئتي ولا هاي لك شوكا تفضلي شبك بانت شوية منا هذه وشنو قل ندم انا خطيني عطيك صحة لي تخيبا هذي لازم خبز الدار صح هذه تتكلم خبز الدار نعم صح شويه خبز وهذه الكيكه اللي درها لنا الشيف نديم هذه حديها معايا ورا هكذا نشوفها صح بنينه صح بالله يا ربي نو ميم سلاقنا فوطه تطاطر كاس بزاف بنينه بزاف بنينه يعطيك الصحه ربي يخليك معايا انت ثاني يعطيك الصحه لجينا الله يسلمك ان شاء الله نورتينا بحضورك كل التوفيق لكل الشباب اللي راهم ينظموا في هذا على راسهم تهامي توات برود اللي اشرفت على تنظيم هذه الفعاليه وحنا نشكروا زهور غربي رئيس التحرير ويوسف مخرجنا وكل الفريق التقني وفريق الاعداد الذي يسعى دائما لتقديم احسن ما لدينا من خدمات لاحلى جمهور نشكرك صلاح نشكرك انا كذلك لطفي الشيف نديم كذلك على هذا العدد خلينا ناخذ مكالمه قبل ما نختم اليوم يلا الختام اجمل حاجه نقدر نختموا بها العدد ختامها مسك صباح الخير لطفي اهلا وسهلا صباح النور واش راكي سيدة يا اخي انت اللي عيطتي لنا بدينا بها كملنا بها بدينا بك سيدة نصيرة واش راكم والله لاباس كانك هذا وين نطفي من الرقاد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شهيدة نموت عليها بطاطا التلفاز قولي لنا انت اللي عيطتي لنا مقبل ولا لا لا ماشي انايا هذه واحدة أخرى شبه لك سبحان الله أنا كنت حاسبة أنت وراني نشوف يعني شوية راني نشوف سبحان الله كيف كيف واش راكي لاباس واش راكم نتوما الحمد لله ربي يهنيك لا يسلمك قولي لنا حبيتي اليوم الاطباق مع الشيف نديم حبيت شهيتها بطاطا التلفاز بطاطا التلفاز ودارها بطريقته انت ديريها هكذا تبيخه ثاني هكذا نديرها بالفول ونديرها بالحليب صح ايه وطيبتها كما طيبها هو بالدجاج الله 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 نعرفها هاك تشوف فاروق نفرحوا دائما كي نسمعوا صوتك سيده نصيره والله يسلمك يسلمك ويعطيكم الصحه ربي يطول في عمرك ويخليك البرنامج الصباحي شكرا لك شكرا لك وتحياتنا للناس الجديده شكرا مزيه اللي عيطتي مزيه اللي عيطتي يعطيك الصحه شكرا لك تحياتنا شكرا لك يعطيك الصحه شكرا للناس كامل اللي اتصلت بنا في هذا الصباح شكرا لك لطفي شكرا لك تشرفت بتقديم هذا الدعوه بلي راهم يطلبوا في دعاء للشفاء دعوتنا للشفاء لكل مرضانا ومرضى المسلمين بالمستشفيات ما سمعتش الاسم ولا الشخص اللي راه مريض ام فاطمه السيده ام فاطمه سيده ام فاطمه اللي ما تتصل بنا راهي مريضه طهور ان شاء الله يا رب سلامتك السيده ام فاطمه وسلامه كل مرضانا تحيه لكل مشاهدينا وين ما كانوا يتابعوا فينا في برنامجنا الصباحي الخدماتي بامتياز تميزنا بكم انتم يا احلى صح. ناس نقول لكم الحقنا للختام نشكرك صلاح شكرا لك لطفي انا ويكند ممتع مريح صح. لانه اليوم درك خلاص ديت عطله نتايا حتى الاسبوع الجاي ولكن نعطيكم موعد غدا ان شاء الله في عدد خاص مع استشاراتكم وتساؤلاتكم القانونيه والاسريه بزياده الموعد امسيه اليوم على قناة الشروق العامة على 9:15 عدد جديد من اللي فات مات صباح الشروق يأتيكم غدا مع السلامة سلام